مساء الفل على حضراتكم، حلقة جديدة من مساء الخير. النهاردة الاثنين آخر يوم من أيام الأسبوع فيما يتعلق بمساء الخير. مفروض الأسبوع الجاي بمشيئة الرحمن هناخد أجازة زي حضراتكم ونعيد، وبعد العيد تشوفونا بإذن الله بفقرات جديدة. قلنا حلقة آخر الأسبوع كده والناس راح تعيد، هنقعد نغمهم ونناقش مالهم هموم كتيرة جدا. ما تيجي نفرح بعض النهاردة. وعملت انا وفريق الاعداد فكره النهارده ان احنا نجيب لكم عدد من الاخبار المفرحه، اخبار حقيقيه مش الاخبار اللي بالي بالك، لان ما ينفعش في مساء الخير نقدم اخبار فنكوش. وهقول لحضراتكم عدد من الاخبار المهمه النهارده، يا رب تسعد عدد كبير جدا من حضراتكم. بس عايز اقول لكم النهارده في مساء الخير في الحلقه الاخيره في هذا الاسبوع هنقدم ايه. مفروض ان من يوم الجمعة بمشيئة الرحمن هتبقى وقفة عرفات، يوم السبت عيد الاضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. وفي منا اللي هيبدأ يضحي ثلاث ايام العيد ايام التشريق. النهاردة مخصصين فقرة، جايبين جزار كده بالقرمة بتاعته بالسكاكين، ونقعد نسأله ازاي نشتري الخروف، طب هل ممكن يضحك علينا يسقوا الخروف مية زيادة، طب ازاي نذبح الخروف الى اخره. كل التفاصيل اللي تتعلق بالاضحيه اسئله كثيره جدا هنوجهها لضيف النهارده في فقره خاصه بخروف العيد. عندنا في الفقره الطبيه اليوميه الثابته النهارده الاستاذ الدكتور حازم ياسين استاذ طب العيون، وهنفتح معاه كل ما يتعلق بامراض العيون، شفى الله كل مريض. وعندنا سهره ممتده طويله هتكون مع الحاجه ياسمين الخيام زي ما نوهنا امبارح، ودي فقره طويله هنتكلم فيها عن حاجات كتيره جدا تتعلق بالحاجه ياسمين الخيام بمؤسسه الحسري الخيريه بالشيخ محمود خليل الحسري، الشيخ الجليل شيخ مشايخ عموم القراءه المصريه، واللي هو الوحيد اللي سجل القران الكريم مجودا ومرتلا لإذاعة القرآن الكريم اللي افتتحت في أوائل الستينات، وقعد 10 سنين يتلو القرآن بصوته. لكن لماذا غاب بقية الشيوخ؟ وأيضا قصة غنائها وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، قصص وتفاصيل كتيرة هنناقشها النهاردة مع ضيفتي العزيزة الحاجة ياسمين الخيام. أيضا من أهم الفقرات اللي هتكون موجودة النهاردة هو ما يجري في العراق. معلش احنا قلنا الحلقة تبقى خفيفة شوية، بس في موضوع مهم لازم نناقشه يتعلق بما يجري في العراق، داعش وقصة الحرب، حرب اللي مفروضة تقام على الإرهاب، واللي مصر ليها دور ورأي في هذا الموضوع. وعايز أقول لكم أمن العراق يهم الأمن المصري، بل أمن كل بيت مصري. وهنتكلم أيضا على الحوالات السفرة، المصريين اللي سافروا في الثمانينات والتسعينات كان ليهم متأخرات، المتأخرات اتخذت، بس الفوائد بتاعتها هتجيلنا امتى؟ ده جزء هناقشه مع ضيف العزيز معالي السفير ضياء الدباس. ايه رايكم بقى على طول نتكلم في الاخبار المفرحه اللي انا وعدتكم بيها النهارده؟ اول خبر انا جبته من وزاره القوى العامله اللي اعلنت انها هتبدا في صرف منحه عيد الاضحى المبارك للعماله غير المنتظمه من سباكين، نجارين، حدادين، اصحاب الحرف المختلفه. المنحة دي حدها الأدنى حوالي 150 جنيه والأقصى بتاعها 200 جنيه، عيدية حلوة جدا غير الدخل الشهري أو أجرك اليوم. المفروض إن هيستفيد منها قد إيه؟ حوالي 225 ألف من المشتغلين والمسجلين في وحدات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العامة. تاني خبر مهم النهاردة لأصحاب المعاشات. أصحاب المعاشات الخبر الحلو بيقول إن الحكومة قررت صرف معاشات شهر أكتوبر اعتباراً من أول الشهر، يعني بعد بكرة بإذن الله يوم الأربعاء. كده الناس اللي هتصرف المعاش يوم 10 في الشهر تقدر تروح بعد بكرة إن شاء الله تصرف المعاش. الخبر ده لأصحاب المعاشات.
أصحاب المعاشات المبكرة كمان أيضا هيبدأوا صرف الفروق المستحقة ليهم من أول أكتوبر. يبقى ده خبر لأصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات المبكرة اللي طلع قرار من السيد رئيس الجمهورية بأنه ليهم مستحقات متأخرة تعمل لهم مبلغ حلو هيصرفوه إن شاء الله 1 أكتوبر. الخبر الثالث النهاردة يتعلق بأسعار الحديد، وأنا النهاردة جايب لكم خبر يتعلق بأسعار طن الحديد. ليه؟ إذا كنت حضرتك ناوي تبني فبقولك إن شركات الحديد هتعلن أسعارها الشهرية الجديدة خلال اليومين الجايين، ولو حضرتك ناوي تبني بيت ولا ترمي سقف أو تقوم بأي أعمال إنشائية بقولك خير بيقولك في مساء الخير اصبر شوية، لأن شركات الحديد بتدرس إنها تخفض الأسعار حوالي 150 جنيه في الطن، ودي طبعا بشرة خير من محمد خير في مساء الخير. يعني الطن هيبقى بكام؟ حوالي 5100 بدلا من 5250 متوسط أسعار الشهر اللي فات. فده لو انت ناوي تبني، فبقولك انتظر بس شوية. عندنا أيضا خبر مفرح كمان لأهالينا مرضى فيروس سي. الخبر بيقول ان اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية اقرت تحليل FIB4 بجانب تحليل الفيبروسكان، ده للراغبين في الحصول على عقار سفلدي. القرار ده اتعمل نتيجة ان كان في شكاوى كتيرة من عدم تمكن المرضى من اجراء تحليل الفيبروسكان لقلة عدد الأجهزة داخل المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. اللجنة قالت إن التحليل الجديد سهل ومتوافر بجميع المراكز، وإنه هيساهم لحد كبير جدا في إنهاء قوائم انتظار المرضى الراغبين في الحصول على العقار اللي بتصل الطابور إلى يناير القادم. خامس خبر النهاردة كمان، شوفوا الأخبار المفرحة النهاردة. خامس خبر بالنسبة للناس اللي بتدور على وحدات وشقق سكنية. عندنا النهاردة خبر حلو بيقول إن وزارة الإسكان هتبدأ بكرة الثلاثاء بمشيئة الرحمن في تلقي طلبات حجز 15,000 وحدة سكنية جديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي. وزير الإسكان قال إن الشقق دي هتكون في 18 محافظة، وانه تم الغاء شرط تقديم الايصال الدال على التقدم لحجز الوحدات بعد ثورة 25 يناير. الشقة دي هيكون مقدم حجزها 5000 جنيه، قسطها الشهري 480 جنيه بزيادة سنوية مقدارها 7% لمدة 15 سنة. وما تنسوش ان الوحدات دي عليها دعم بيصل لحد 25,000 جنيه من صندوق تمويل العقاري. الحجز هيتم من خلال اي مكتب بريد على الحساب الجاري رقم اكتبوه ورايا 70822 70822 لحساب بنك التعمير والاسكان. ده خبر فيما يتعلق بالاسكان. سادس خبر النهاردة مفرح وفي نفس الملف برضو ملف الاسكان. عندنا خبر حلو لأهالي اسيوط الكرام. الخبر بيقول ان في 1050، ده خبر تازة حالا، 1050 وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعي اتبنت جاهزة التشطيب، هيتم تسليمها بعد العيد مباشرة، وهيروح رئيس الوزراء بعد العيد مباشرة يسلمها للأهالي. 1050 وحدة جديدة تحديدا في مدينة أسيوط الجديدة. طيب احنا كده رحنا للصعيد، مفيش حاجة لوجه بحري؟ أكيد في حاجة لوجه بحري. الخبر اللي جاي النهاردة لأهالي طنطا الكرام. أهالي طنطا الكرام يعرفوا حاجة مهمة جدا اسمها مستشفى طنطا الجامعي، وده متوقف منذ سنوات. عاوز أقول لحضراتكم اللي ما يعرفش مستشفى طنطا الجامعي، المستشفى ده في حتة أرض سقح. قيمة المستشفى بالأرض مقدرة بأنها تصل إلى 3 مليار جنيه. طب إيه الخبر المفرح اللي أنا بقوله لحضراتكم النهاردة؟ تم تجهيز مستشفى طنطا الجامعي بالكامل بأحدث الأجهزة الطبية، وهيكون فيها كمان مهبط للطائرات. رئيس الوزراء هيفتتحها بعد أجازة العيد. الخبر ده النهاردة أنا جايبه لحضراتكم لأهالي طنطا الكرام من مجلس الوزراء. بس مستشفى طنطا الجامعي مش هتعالج أهالي طنطا بس، لا، كل وجه بحري اللي عاوز يروح يتعالج. وبمناسبة الحديث عن رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب، عاوز أقول كمان إن هو هيروح بعد العيد بإذن الله مباشرة لحلايب وشلاتين علشان يتابع على الأرض تنفيذ المشروعات الخدمية لأهالينا هناك. طب في أخبار تانية؟ إيه الخبر؟ بالنسبة للناس اللي ساكنة في المدن الجديدة، نحب نقول لكم
كل المدن الجديدة اهو، ان وزارة التموين اعلنت النهاردة انها اتفقت مع وزارة الاسكان على انشاء مجمعات استهلاكية في المدن الجديدة لخدمة حضراتكم ساكن المدن الجديدة، والهدف من ده توفير السلع الاساسية باسعار مناسبة وجودة كويسة لمحاربة جشع التجار. تخيلوا كل ده ولسه الاخبار ما خلصتش. عشر خبر بقى، شوف انا عمال على الدول ليه لحضراتكم، لان فرحان بالاخبار دي بصراحة. الناس اللي عايزة تاكل لحمة في العيد، كلنا طبعا في شك، وزارة الزراعة قالت انها استقبلت 41,000 راس ماشية و60,000 طن لحوم. ده وزارة الزراعة قالت لنا كمان انه هيتم طرح اللحوم دي في المجمعات الاستهلاكية والشوادر خلال اليومين الجايين. بالمناسبة اللحوم دي جاية من السودان، اثيوبيا، وبعضها مجمد جاي من البرازيل ونيوزيلندا وامريكا واستراليا، وهيتم بيعها باسعار مخفضة للمستهلك. في كمان اخبار تانية عايزين نقولها لحضراتكم. الخبر الجاي مفرح على الاقل بالنسبة لي، لانه خبر يستحق ان احنا نتوقف عنده النهاردة. محافظ البحيرة اللواء مصطفى دود اثناء افتتاح اعمال احلال وتجديد طريق دمنهور الدلنجات عمل النهاردة حركة حلوة قوي بصراحة، حركة فيها انسانية، رسالة عجبتني. قول اللي انت عايزه على المحافظ، انا مش من اهل المحافظة، لو لك رأي سلبي فيه او ايجابي انت حر، بس المحافظ النهاردة هو راح يفتتح هذا الطريق، خلى مواطنة عجوز تقوم بقص شريط الافتتاح. اللفتة عجبتني، عشان كده انا بحيي المحافظ. المواطن ده هذا المحافظ كأنه بيبعت رسالة بيحسس بيها كل الناس اللي كانت موجودة من اهالي المحافظة ان اللي بيتم في المحافظة ده يا اخوانا حاجة بتاعته. يا ريت نشوف مواقف انسانية زي دي كتير في محافظاتنا ووزاراتنا. هو لازم هو الوزير اللي يقف ويجيب المقص والبنتين الحلوين جنبي؟ هو لازم المحافظ برضه هو اللي يعمل كده؟ ما انا وانت نروح ونقص شريط الافتتاح، هو عايز حاجة؟ اخر خبر هقوله لكم النهاردة، ان وزارة العدل، ده خبر مهم قوي قوي قوي، قررت انشاء جهاز جديد لتحصيل اموال الدولة المهدرة. اموال الدولة طبعا ده احنا بلاوي كتيرة ضايعة من الدولة. الجهاز ده هيكون اسمه ايه بقى؟ سموه الجهاز المركزي لتحصيل اموال الدولة. كان نفسي يكملوا الضائعة ده بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الجهاز ده هيتولى عملية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت رسوم او ديون على جهات حكومية او افراد او شركات. يعني من الاخر كده اللي عليه فلوس للحكومة يجهز نفسه. طبعا ده خبر مفرح ليا وليك، لان احنا عايزين فلوسنا اللي بره. بتقدر الاموال الضائعة، اموال الحكومة اللي هي بره واللي الحكومة مش قادرة تاخدها، عارفين بكام؟ 1,000 مليار جنيه. 1,000 مليار جنيه. متخيلين لو جبنا عشرهم دول حل البلد يبقى قد ايه؟ ارجو ان تكون الاخبار اللي قلتها لحضراتكم اخبار جيدة، اخبار تسعدكم. قلنا قبل العيد لازم يعني نمس عليكم بكم خبر، مش البرنامج اسمه مساء الخير؟ طيب اللي ملحقش الاخبار دي بقول له البرنامج بيتعاد بكرة الصبح من الساعة 12 الظهر، تقدروا تشوفوه وتتابعوا كل الاخبار. خليني اروح بعد كده الى ستار اكاديمي، الجائزة اليومية اللي مقررها ادارة شبكة قنوات سي بي سي للسادة مشاهدي برنامج سي بي سي، مشاهدي برنامج مساء الخير. ده المسابقة علشان اللي عاوز يكسب رحلة لبيروت. الجائزة هي الرحلة الى بيروت شاملة تذاكر السفر والاقامة، واحنا هنقر على الناس يعني هنسفرهم كمان مش هنخليهم يقعدوا في فندق، وحضور برايم ستار اكاديمي. النهاردة ما هو السؤال؟ بيقول لك السؤال، من تتوقع خروجه هذا الاسبوع في برايم ستار اكاديمي؟ مين؟ 1 دعاء السباعي، 2 علي شداد، 3 اسماعيل المنسترلي. من تتوقع خروجه هذا الاسبوع في برايم ستار اكاديمي؟ 1 دعاء السباعي، 2 علي شداد، 3 اسماعيل المنسترلي. مطلوب منك ايه؟ تبعت رسالة قصيرة على رقم 9 11 72، وتحط فاصل كده، تكتب حرف ميم وفاصل وتبعت رقم الإجابة. طب الفايز بقى بتاع امبارح عن حلقة امبارح مين؟ كل اللي فازوا لحد دلوقتي، كل اللي فاتوا لحد دلوقتي اللي فازوا من الجنس اللطيف. طب النهاردة بقى أول راجل يفوز معانا أو أول شاب
معانا النهارده الفائز هو عادل عبد الفتاح السيد من بورسعيد. مساء الفل. مساء الفل. الف مبروك يا عمر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. المره الجايه عمره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا. انت بعت كام رساله؟ انا بعت رسالتين. رسالتين شفت؟ أوه. وكسبت اهو رحله، مش هنقر عليك بس عايز اقول لك جهز نفسك. والله ما كنتش متوقعه بس ده الطبيعي بتاعك والله. ربنا يخليك. الله يخليك. الله يخليك. احنا خلينا نشكر اداره القناه. خليني اشكرك وعايز اقول لك ان شاء الله رحله موفقه تنبسط فيها وتسعد فيها. اول مره تسافر؟ اول مره اسافر ان شاء الله. اول مره تسيب بورسعيد شكلك اساسا. لا لا بسافر بره بورسعيد، بس اول مره اسافر بره مصر. اول مره اسافر بره. طب يلا جهز جواز السفر بقى. ان شاء الله يا باشا. واداره القناه هتتواصل معاك وتنسق معاك، بس اهم حاجه تجهز جواز سفر. اوعى تكون من الممنوعين من السفر او عليك فلوس من 1000 مليار جنيه. خلي كلامنا خفيف عليهم. طيب باشا، الف مبروك يا استاذ عادل. وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الاضحى. ليك ولاسرتك يا عمر. ربنا يخليك يا استاذ محمد. طيب عايز النهارده انوع على حاجه جميله قوي عجبتني، عرفتها من عدد من شباب طلاب جامعه اسيوط. تواصلوا معايا النهارده وقالوا لي هم عاملين حاجه اسمها ثلاجه الخير. ايه ثلاجه الخير دي؟ وانا بسالهم يعني الحمد لله فيها جزء من اسمي يعني، وكل واحد ليه حظ من اسمه. ثلاجه الخير يا اخوانا موجوده في كل شارع، اي شخص مقتدر يروح يحط الاكل في الثلاجه وانتم شايفينها اهو، واي واحد محتاج ياخد اللي يكفيه من الثلاجه عشان ما يمدش ايده لحد. ايه رايكم في الفكره دي؟ الفكره رغم بساطتها لاقت استحسان العديد من الاهالي في محافظه اسيوط اللي بدأوا تطبيقها على الفور. مش كده وبس، بدأ بعض الطلاب في جامعات أخرى بمحافظات مختلفة تبني الفكرة في الشوارع اللي بيقيموا فيها. عايز أقول لحضراتكم أعتقد دي فكرة قابلة للتنفيذ فورا. الفكرة دي عبارة عن إيه؟ ما تيجي إحنا نعملها في كل شارع أو حي. تلاجة نجمع من بعض فلوسها ونحطها. طيب خليني أخد على التليفون مؤسس المبادرة معايا اسراء احمد. مساء الفل يا اسراء. مساء الخير يا استاذ محمد. احكي لي على طول على المبادره دي. المبادره انطلقت من اسيوط بالتحديد. كانت الفكره بتاعتها ايمانا مننا يعني مجموعه شباب، لان كميات الاكل اللي بتتم كبيره جدا جدا، فكان حقي بيها طفل ينام جعان او عائل اسره فقير مش لاقي اكل اولاده. فكلنا فكرنا في الموضوع فقلنا ايه ان احنا ممكن نجيب ثلاجه ونحطها في منطقة، وكل الأكل الزايد اللي في المنطقة دي يتحط آخر اليوم في التلاجة، ويبقوا كل الفقراء عارفين إن في تلاجة في المكان ده. لو أنا جعان أو أنا محتاجة أجيب منها أكل أروح آخد مجانا، ما بدفعش منها أي حاجة. طب عايز أقول لك إيه ضمان يعني جودة الأكل ما يكونش بايظ أو كده؟ بنكيس الأكل، بنخلي المتبرعين اللي بينزلوا الأكل يحطوا تيكت على الأكل، ستيكي نوت كده مكتوب عليه إن الأكل ده اتحط يوم كذا وصالح لمده يومين مثلا. وفي حد متطوع محطوطه عنده الثلاجه هو اللي بيشيل كل يوم عن الاكل. طب وخلينا نقول حاجه، وليه نحط اكل مطبوخ؟ ما احنا ممكن نحط اكل ناشف مثلا عيش تونه. يجيبوا المتطوعين عيش وزبادي وعصاير. الثلاجه محطوطه فين؟ عند بقال مثلا؟ الثلاجه محطوطه فين يا اسراء؟ جنب فكهاني، هو المسؤول عنها، بيفتح 24 ساعه ومسؤول عنها وعن نظافتها وعن الاكل. انا بشكرك اسراء احمد، واحنا معاكم في هذه المبادره وندعمكم ونتمنى انها تنتشر في كل محافظات مصر. فكره بسيطه، ما تيجوا نطبقها. ثلاجه نلم فلوس كده واحنا قاعدين في الشارع ولا في الحاره، نحطها عند بقال عند فكهاني يبقى امين عليها، واي واحد يروح يتبرع يحط كده على طول ما يجود به، واي واحد غلبان يفتح الثلاجه ياخد الاكل ويمشي. فكره بسيطه جدا جدا. ابشكرك اسراء على هذه الفكره العبقريه. كل سنة وانتم طيبين. خلونا نطلع فاصل ونبدأ أولى فقراتنا. بعد الفاصل هيشرفني معالي السفير العراقي ضياء الدباس. إرهاب داعش وظهورها المفاجئ وتداعياتها السياسية والدينية
كان أهم النقط اللي ناقشتها الندوة اللي جمعت السفير العراقي بالقاهرة مع عدد من الشخصيات العامة والرموز الدينية والسياسية، بحثاً عن طرق مواجهة الفكر الظلامي اللي بتمثله الجماعات دي على مجتمعاتنا العربية والإسلامية. إرهاب أصبح آفة وخطراً، إن دقة وصرامة تنظيماتهم ووحشية أفعالهم والتمويل المالي الهائل الذي تمتلكه هذه التنظيمات، كل ذلك خلف هزة عنيفة في العالم أجمع، وأكد حقيقة أن الإرهاب وبعد هذه التطورات الميدانية السريعة والمباغتة قد أصبح بالفعل خطرا داهما. هذا تنظيم إرهابي يعني سرطاني، مثلما تأكل الخلايا بعضها البعض داخل الجسد الواحد. نحن لم نتوقع أبدا أن نواجه بمن يسبحون البشر. هذا الأمر أمر رفضته الإنسانية ولفظته منذ مئات السنين. العودة إليه هي عودة إلى عصور الظلام. مش بس داعش، احنا بنتكلم على ظاهرة الإرهاب، وأنا كلفت من جانب السفير العراقي بإعداد مداخلة حول الترتيبات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة الإرهاب. تعددت الأسماء والدواعش واحد، يعني في ما بين الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه نجد الكثير من مسميات، ما بين داعش وجبهة النصرة وأنصار بيت المقدس وغيره من الأسماء، من الأسماء الكثيرة اللي ترددت في وطننا العربي، كلها تنبع من إناء واحد وهو إناء الإرهاب المتسربل في عباءة الدين. هؤلاء المقاتلون المتشددون الذين لا يفهمون إلا لغة السيف ولغة الدم ولا يعرفون إلا رائحة البارود ورائحة الدم، هؤلاء سوف يعودون إلى بلدانهم وسوف يعيدوا إنتاج ظاهرة الأفغان العرب، ولهذا تحرك المجتمع الدولي لتقليص تلك الظاهرة. ربما اللقاء في مجمله لقاء قوي استمر لمدة 3 ساعات، أحسب أن سفارة العراق قد حققت المردود منه، وأتوقع أن تصدر التوصيات والتقرير النهائي معه تقريرا وفيا يفيد إن شاء الله ويضع نقاطا على الحرب. مشرفني النهاردة سفير دولة من أهم دول المنطقة، ولما لا، وهي الدولة الثرية بموقعها وبثروتها، دولة ارتبط المصريون بها ارتباط وثيق جدا. لا نذكر او لا نعتقد ان كان في منتصف الثمانينات والتسعينات خلى بيت مصري من مواطن مصري كان يعمل في هذه الدولة. نتحدث عن العراق. العراق همها هو همنا وامنها، او ما يؤثر في امنها يؤثر في الامن القومي المصري. من اجل ذلك كانت هذه الندوة النقاشية اللي عدتها سفارة العراق بالقاهرة امس. حوار متواصل طلبناه من سعادة سفير العراق بالقاهرة، وطلبنا ان هو شرفنا النهارده في برنامجكم مساء الخير. خلوني ارحب بضيفي العزيز سعادة سفير العراق بالقاهرة الاستاذ ضياء الدباس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. معالي السفير، عاوز ابدا اول حاجة بالندوة اللي عقدت امس. لماذا كانت هذه الندوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاهدتم وشاهد العالم باجمعه ما حصل في العراق نتيجة دخول هذه المجاميع الإرهابية وبهذه الوحشية وبهذه الإمكانيات الضخمة وإعلانها لسياسة رفع الحواجز ومقترفتهم من جرائم شنيعة ورفعها لراية الإسلام وحديثها وإعلانها عفوا لدولة الخلافة الإسلامية والتي هي دولة لا حدود لها، وهذا له مغزى كبير أيضا. شاهدنا كيف أن هذه المجاميع تتعمد قتل النفس البريئة بوحشية، الاعتداء على وتهديم حضارة البلدان التي تدخلها، مثلا العراق بلد يسخر بالحضارات. في العراق توجد توارثت عليه 5 حضارات إنسانية كبرى، تتعمد هذه المجموعات بتدمير كل المعالم الحضارية وكل المعالم الثقافية وكذلك على التراث الديني الكبير. هذه كلها دعتنا لأن يعني نتوجه إلى العالم
من أجل أن نبين لهم حقيقة هذه المجامع الإرهابية. نحن في العراق ومنذ أكثر من 10 سنوات عانينا من إرهاب هذه المجامع الظلامية التكفيرية، ورفعنا صوتنا عاليا ولكن لم نلمس استجابات حقيقية. لكن حدثت الاستجابة مؤخرا، الاستجابة حدثت نتيجة لهذه التطورات، نتيجة لأن هذه المجامع أظهرت يعني قدرة فائقة أيضا على التكتيك والتجنيد والتجهيز، وكذلك القدرات المالية الهائلة التي ظهرت عليها أيضا، وكذلك إعلانها لدولة الخلافة الزائفة هذه والتي لا حدود لها. هذا مؤشر على أن هذا الإرهاب أصبح فعلا يشكل خطر داهم ولا منجا لأحد منه، وهذا مما استدعى هذه النفرة العالمية والتي يعني تيقن العالم كله من خلال ذلك بأن هذا الإرهاب لا يمكن معالجته من خلال يعني طرف واحد أو دولة واحدة. لازم دول العالم أجمع يجب أن يحصل تعاون مشترك دولي وإقليمي من أجل مناهضة هذا الإرهاب والتصدي له، بدليل أن هذه المجاميع لها القدرة على تجنيد مقاتلين من 80 جنسية. هذا جهد ليس عادي، هذا جهد كبير. ما لسه عايز أسأل حضرتك وأي حد من السادة المشاهدين عايز يسأل هذا السؤال، كيف جاء داعش إلى العراق؟ كيف نشأت؟ من وراءها؟ يعني بيقول أجهزة مخابرات دولية. يعني هو بالتأكيد هذا الجهد الكبير يحتاج أيضا يعني إمكانيات ضخمة ومؤسسات ضخمة. يعني داعش تطورت بشكل تدريجي، يعني منذ عام 2003 بعد سقوط نظام صدام أرسل الزرقاوي إلى العراق وشكل في البداية خلايا وتنظيمات إرهابية بعنوان التوحيد والجهاد، تطورت فيما بعد ونتيجة لاحتياجه لإمكانيات مالية كبيرة ودعم أكبر أعلن عن تشكيل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ده بداية نشأة تنظيم داعش. هذه كانت البداية. طبعا هو استفاد من بعض المقاتلين العرب الذين كانوا موجودين أيضا أصلا في العراق قبل سقوط النظام. نعم. كان النظام قد استخدمهم لمجابهة قوات التحالف الدولي، وكذلك بعض يعني أعضاء الأجهزة القمعية التابعة للنظام والذين يعني بقوا تائهين وبدون عمل بعد أن سقط النظام وتخلى عنه. طب سعادة السفير، هل ترى أن المقاتلين دول اللي جايين من 80 دولة منين بينفقوا؟ هذا التنظيم بينفق إنفاق ضخم جدا، هل هناك أجهزة دولية بتساعد هذا التنظيم وتوفر له الدعم والمال؟ يعني هو إعلان الزرقاوي لانتماء إلى القاعدة وتشكيلة لتنظيم القاعدة في بلاده، هو الغرض كان الأساس منه هو الحصول على مصدر تمويل مهم جدا. من أين؟ من القاعدة، والقاعدة تنظيم أخطبوطي كبير. يعني أنت لا ترى أن هناك أي تمويل خارجي أو دولي من بالتأكيد. دولة أو من أجهزة دول؟ لا، هو بالتأكيد من أكثر من دولة، أكثر من دولة تمول داعش بالتأكيد في العراق. لأنه هذه الإمكانيات هي ليست إمكانيات عادية، يعني ما تحصل عليه القاعدة أو دولة العراق والشام الإسلامية داعش الآن هذا لا يمكن أن تغطي تبرعات أفراد أو أموال زكاة أو ما شابه. طب سعادة السفير، أنا أعلم يعني طبيعة موقفك الدبلوماسي واللي بيبقى فيه حساسية ما في التعبير والتناول والإجابة، لكن هل يمكن تسمية دول بعينها؟ هل هناك يعني إسرائيل ممكن نتهم إسرائيل بأنها تساعد داعش؟ يعني كل مستفيد مما من هذا الاضطراب وهذه الفوضى التي تحصل في بلداننا فهو أكيد مساهم في هذا الجزء. هل هناك دول عربية ممكن أن تكون ساعدت داعش؟ والله أنا يعني لا أعلم من الذي مول، لكن يعني لما دخلت داعش إلى العراق البعض أطلق عليهم تسمية الثوار والمجاهدين للأسف الشديد. يعني هو العمل كبير والمخطط كبير والمستهدف هو الدولة الوطنية.
تدمير الدولة الوطنية، تدمير العراق، الدولة الوطنية مش فقط العراق، تدمير الوطن العرب وتقسيمه. هذا المخطط ماشي، وإذا تمكنوا من العراق ستستمر هذه الحملة إلى دول عديدة في المنطقة، وأعلن عن ذلك وقالوا سنستهدف الكويت والسعودية وغيرها. طيب، ما هو تفسير حضرتك بأن داعش موجودة في سوريا والعراق منتهزة التخبط وما يقرب من تفسخ الدولة، واليمن بتمر بهذه الظروف لكن لا يوجد فيها داعش؟ يعني هي أصلا داعش وما تطورت عنه من تنظيمات هي استفادت من اضطراب الأوضاع الأمنية في سوريا. نعم. وهي نشأت هناك وترعرعت هناك وحصلت على تمويل وخط السير المقاتلين الذين يأتون من مختلف أنحاء دول العالم واضح جدا، وعندما تمكنوا عندما أصبحت لهم القدرات فاجتازوا الحدود العراقية ودخلوا. طيب خليني أقول لك، مثلا دولة زي قطر بيطلب منها من بعض الدول وتحديدا أمريكا بأنها تفرج عن بعض الأثرة اللي بتأثرهم داعش، ده لا يثير عندك أي تساؤلات؟ والله نحن ما لمسناه من صراحة من كل الدول العربية الآن موقف واضح وجاد في الجامعة العربية وفي الاجتماع الوزاري الأخير في دورته الأخيرة 142 كان الموقف العربي من داعش وكل التنظيمات الإرهابية واضح جدا، وموقفهم في دعم جهود الحكومة العراقية لمكافحة داعش أيضا واضح جدا، يعني مشاركة الجميع في مؤتمر كل الدول العربية، كل الدول العربية بما فيها قطر بدون استثناء، بدون استثناء وكان موقف واضح وجاد، ويعني أكدوا على أن كل دولة ستشارك بما تستطيع بما تستطيع يعني إرسال قوات ولا فلوس، يعني حسب الحاجة، حسب يعني الحاجة. ومؤتمر باريس كان الهدف الأساسي منه هو توزيع الأدوار على الدول المساهمة في هذا الجهد الدولي. طب عفوا، عندما تقوم حرب وتحالف دولي كبير يذهب لمقاتلات مقاتلي داعش أو مجرمي داعش، مش ده يؤدي إلى إيقاع خراب ودمار كبير جدا بالدولة العراقية؟ يعني هو المهم أن تخسر هذه المجموعات الإرهابية الحاضنة التي تحتمي بها. نعم. وهذا ما حصل في العراق والحمد لله، لأنه حتى بعض من خدعوا في البداية قد تنصلوا عن يعني تأييدهم لهذه المجاميع بعد أن شاهدوا بشاعة جرائمهم وكذب ادعاءاتهم وأنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة، وهذا مؤقت قولا واحدا، وهذا بالتأكيد هذا خسارتهم لهذه الحاضنات سوف تسهل عملية القضاء عليه. هل هناك علاقة بين تركيا وتنظيم داعش في العراق؟ يعني أنا لا أستطيع أن أؤكد أي دولة، نحن يعني نستطيع أن نحلل وندرس المواقف. يعني لديك علامات استفهام أو تساؤلات؟ يعني تركيا، يعني موقف تركيا غامض، يعني تركيا كان يعني هي بذلت جهود أيضا وقدمت دعم كبير للمجاميع المعارضة في سوريا، ويعني هو في سوريا اختلط الحابل بالنابل الآن، حتى الدول أو الجماعات اللي كانت تدعم مجموعة ما الآن فقدت السيطرة عليها، وداعش والنصرة الآن تتقاسم الميدان في سوريا، وهي اصلا تجاوزت حتى الجيش السوري الحر. نعم نعم، في تفوق الميدان. لا تجد اصابع تركيا في هذه المنطقه، سوريا والعراق وداعش؟ والله يعني ضمن الجهد الدولي الان الكل مشاركين بهذا الجهد الدولي، والكل يستنكر ما تقوم به داعش ويعلن استعداده للمساهمه في الدور الذي يناط به. يعني لحد الان الموقف ايجابي والوعود، ونحن ننتظر التنفيذ. طيب العراق الان سعاده السفير، نقول عليها دوله موحده ام مقسمه الى ثلاث دويلات؟ لا، هو يعني احيانا يصير او نرى حصول خلط في تفسير النظام الفيدرالي. نعم. النظام الفيدرالي نظام اداري حديث، وكل دول العالم الان
يعني تنهج او 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 يعني تستخدم هذا النظام في موجود في عدد كبير وكل الدول الديمقراطية تحديدا هي دول يعني تتبع هذا النظام الإداري. البعض يعني لم يتعود على هذا النظام او يعني لم يفهم حقيقة هذا النظام ويعتبره تقسيم، بالواقع هو ليس تقسيم، العراق بلد موحد. ونحن لو ننظر ان اقليم كردستان الان كان بعد عام 1990 بعد قيام قوات التحالف بتحرير دولة الكويت الشقيقة وفرض المنطقة الحرة في 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 شمال العراق في منطقة كردستان، أصبحت المنطقة يعني تمتلك استقلال كامل، ولكنها وبعد سقوط النظام في عام 2003 هي التي عادت إلى العراق وإلى الحكومة المركزية. طيب العراق الآن بأكمله وهو تحت ظل الحكم الفيدرالي يمتلك علما واحدا؟ يعني في طبيعة الأنظمة الفيدرالية الدولة لها علم مركزي وتوجد أعلام للمقاطعات، هذه ترفع في مناسبات محلية. أنت ترى ده أمر وهذا شيء أنا عشت فترة طويلة في أوروبا وهذا كنت أشاهده بشكل طبيعي ولا يثير أي حساسية، بس ربما بالنسبة لنا كدول عربية لم نتعود نحن لم نتعود يعني على مصر النظام. علم ما فيش حاجة بلها كمواطن مصري لم نتعود على الأنظمة الفيدرالية. لو 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 تنشأ إدارات محلية بالتأكيد سنرى أعلام محلية هي لا توازي علم الدولة الرسمي، ولكنها حالة طبيعية ومعمول بها أيضا في كل دول العالم. هناك تصريح كان بالنسبة لي كمواطن عربي صادم صدر من سيادة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بيقول أن الجيش العراقي غير قادر على محاربة داعش بمفرده، إنه يتحدث عن الجيش العراقي يعني. وأنا أستطيع أن أذكر لحضرتك يعني حديث مطول عن الجيش العراقي. صحيح. وما هو الجيش العراقي؟ صحيح. سادس أقوى جيوش العالم. صحيح. اللي كان عنده 4 كليات عسكرية، اللي كان فيه 1,000,000 مقاتل. هل وصل فعلا الجيش العراقي إلى هذه الدرجة؟ يعني هو الجيش العراقي بعد سقوط النظام السابق قد حل وأعد بناء من جديد، والآن تشكيلات جيش عراقي تشكيلات جيدة، وحتى تم الاستفادة من كل قدرات الجيش السابق وعناصره، لكن لم تستكمل لحد الآن كل هذه التشكيلات، وخاصة فيما يتعلق في السلاح الجو، باعتبار سلاح الجو يعني سلاح يقوم على أسس فنية أكثر من أي تشكيلات أخرى. وسيادة الرئيس دكتور فؤاد معصوم عندما تحدث عن هذا هو قال نحن لسنا بحاجة إلى قوات برية، إلى دعم بري، نحن نحتاج فقط إلى إسناد جوي باعتبار عدم استكمال قدراتنا في يعني سلاح الجو العراقي لسه خارج المنظومة يعني الجيش العراقي لم يستكمل. عندنا قوم الجيش العراقي كام دلوقتي؟ عند حضرتك أرقام؟ والله يعني 100,000 مثلا؟ لا أكثر من 100، يعني بحدود 300,000. 300,000. نعم. وده جيش مركزي. نعم. يعني يذهب لأي منطقة في العراق. اي نعم. وحتى في اقليم كردستان يوجد قوات البيشمركة او حرس الاقليم، هم ايضا يقاتلون الان جنبا الى جنب مع الجيش العراقي وبتنسيق تام، لكنهم وحسب النظام الفيدرالي هم هدفهم الاساسي هو حراسة حدود الاقليم، حدود الحفاظ على حدود الاقليم. طيب دعني اخرج من قصة داعش واذهب الى العلاقات المصرية العراقية، واللي كانت علاقات ولا تزال قوية. هتكلم عن جزء يهم عدد كبير جدا من المصريين. المصريين كانوا بيعمل في العراق تقريبا ما يقرب من 2 إلى 3 مليون في فترة حكم صدام، وأكثر قليلا وأكثر. نعم. عدد العمالة اللي بتعمل الآن في العراق كام؟ والله رغم الظروف الصعبة اللي مر بها العراق، الحروب وفترة الحصار، إلا أن عدد كبير من المصريين يعني استهوته الحياة في العراق والبقاء في العراق وبقي هناك.
عند حضرتك تقدير للرقم؟ والله يوجد عدة آلاف بس رقم دقيق ما يكون. لكن أقل مثلا من نصف أو ربع مليون؟ يعني بالتأكيد، بس أعداد لا يستهان بها، أعداد كبيرة. وقسم تزوجوا هناك في العراق أو هم بقوا كعائلات متكاملة ويعملون في الـ في الـ في الـ يعني في الأعمال الحرة أو في المؤسسات الرسمية. مواطن مصري عايز يركب الطيارة ويعدى على السفارة العراقية ياخد التأشيرة ويروح العراق، ده متاح ولا في ضوابط؟ والله الآن يعني سبل التواصل كثيرة. أولا بالنسبة إلى العاملين في الشركات المصرية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع في العراق، هؤلاء يحصلون على التأشيرة بدون أي مشكلة. بالنسبة إلى الزيارات العديدة التي تحصل في مناسبات الفنية والثقافية أيضا هذه والرياضية، هذه لا تنقطع. لكن مواطن منفردا زي الأول، نجار مسلح عامل بتاع، عايز ياخد تأشيرة ويروح العراق، ده مش متاح؟ يعني هذه شوي صعبة باعتبار إذا لم يكن مرتبط بشركة يعمل، يبقى لازم يرتبط طبعا بعقد مع شركة مصرية واخد عمليات إنشائية في العراق. بالضبط. طيب فيما يتعلق بإعادة تعمير العراق، مصر هيبقى لها حصة في ده أو كده؟ والله مصر من الدول التي يعني يرغب العراق ويطمح أن يكون لها دور فاعل في مشاريع إعادة إعمار العراق، وأن وجود مصر مبكر في العراق يعني منذ عام 2003 رغم صعوبة الأوضاع في العراق، أول يعني شركة موبايل في العراق عملتها شركة مصرية أوراسكوم. نعم. وهذا كان يعني جهد كبير ذكاء المستثمر المصري اللي قام بده بالتأكيد. والآن أيضا توجد عدة شركات مصرية كبرى تنفذ مشاريع مهمة في العراق في مجال الطاقة يعني الكهرباء والنفط والغاز وحتى البناء أيضا. طب حجم التبادل العراقي المصري قد إيه؟ والله التبادل التجاري المصري مع العراق أغلبه إما يعني يكون بسبب تبادلات النفطية، والكثير منه يعني يتم عن طريق رجال الأعمال الذين يترددون على مصر بشكل مستمر ويجهزون الأسواق العراقية بما يحتاجه. لحد الآن لم تتبلور اتفاقات واضحة جدا، وحتى أن الشركات المصرية العاملة في العراق لم يعني يتم لحد الآن حصر يعني عائداتها من هذه المشاريع. وحتى طب عفوا، ما هي طبيعة الأنشطة أو الصناعات اللي تحتاجها العراق الآن من مصر بحيث المصدر المصري يبدأ يتواصل مع الحكومة العراقية؟ يعني نستطيع أن نصدر إلى العراق يعني سيراميك؟ يعني العراق بلد كبير وحسب ما معروف، وكانت لديه صناعات جيدة جدا، ويعني العراق لا ده تبادل تجاري يعني. ولكن العراق بسبب الحروب اللي مر بها العراق الآن يعني أغلب البنى التحتية في مدمرة، المصانع معطلة. لذلك فهو يحتاج إلى كل شيء، وأن السوق أن المستورد العراقي وحتى الحكومة العراقية تستهدف السوق المصري بشكل أساسي الاستيراد منه بالتأكيد، وحركة رجال أعمال دائبة بين البلد. وأغلب كم تأشيرة حضرتك بتطلعها أسبوعيا للسفر للعراق؟ يعني يوميا ما لا يقل عن 30 تأشيرة. 30 تأشيرة يعني 1000 تأشيرة في الشهر. بس ربما كان في السابق لم تكن تأشيرة في السابق ما كانش في تأشيرات في السابق. طيب خليني أروح لجزء مهم جدا يتعلق بالمصريين اللي كانوا بيعملوا في العراق وكان ليهم متأخرات عرفت باسم الحوالات الصفراء. حكومة الجنزوري نجحت في أنها تسترد هذه الأموال، والعراق مشكورا سدد هذا المبلغ اللي كان يقترب من نصف مليار دولار. لكن الحكومة المصرية طلبت العراق بأن يسدد فوائد عن هذا المبلغ. هل هناك خبر جيد أو مفرح نستطيع أن نعلنه للسادة المواطنين؟ والله رغم يعني الظروف يعني حتى مصر نفسها مرت بظروف صعبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولا نزال والعراق يعني الظروف التي يمر بها لا يحسد عليها.
لذلك يعني احنا نتمنى ان يعني ان 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 ترتقي العلاقات بين البلدين الى المستوى اللي ممكن ان تحل به كل هذه المشاكل الفنية البسيطة. يعني اللجنة المشتركة المصرية العراقية لحد الآن لم تجتمع، ومن المفروض كان عليها أن تجتمع في بغداد حسب البروتوكول المتفق عليه، لأنها اجتمعت في القاهرة عام 2009، وكان المفروض وبعد أن استكمل جميع الوزارات المعنية ذات العلاقة دراسة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية، كان المفروض أن يحصل هذا الاجتماع الثاني الذي معول عليه أن يتم فيه توقيع كل هذه المذكرات. بس عفوا، هو مش 2009 وحكومة الجزيرة كانت في أواخر 2011 أوائل 2012. 2009 كان زيارة لدولة رئيس الوزراء العراقي دكتور أحمد نظيف، لا العراقي، أنا العراقي. إلى نعم. إلى القاهرة، وتم تم اجتماع لأعضاء اللجنة المشتركة ووضعوا الأسس والأطر لإعادة إحياء هذه اللجنة وإحياء كل الاتفاقات الثنائية. يعني إذا جرى إعادة الحياة للجنة المصرية العراقية مثل هذه الأمور يمكن التبحث عنها. لو وقعت هذه الاتفاقات ودخلت موضوع التنفيذ، فبالتأكيد سوف تنطلق العلاقات على بين البلدين على كافة الأصعدة. آخر سؤال معالي السفير حتى لا أطيل عليك، من أصدقائك من السفراء العرب في القاهرة؟ كلهم بلا استثناء. بلا استثناء. حضرتك شرفتني سعادة السفير العراقي في القاهرة الأستاذ رياض الدباس، شكرا لحضرتك على تشريفك لنا النهار. أنا أشكرك، ونتمنى كل الخير للعراق الشقيق. شكرا جزيلا، وهذا شعور متبادل، ونحن نتمنى أن نرى مصر دائما بخير، فهي دائما سند العرب وقلبها النابض. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل هتشرفني ضيفتي العزيزة الحجة ياسمين الخيام، حوار كله خير وللخير، ومع محمد خير. قبل 9 سنين من النهاردة، وتنفيذا لوصية الشيخ الجليل محمود خليل الحصري العالم الإسلامي وشيخ عموم المقارئ المصرية، اكتمل إنشاء مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بجزء من تركته، أوصى بيها لأعمال الخير تحت إشراف الجمعية اللي أسسها أبنائه ومحبيه. ومع تفاعل سكان المدينة الجديدة مع المسجد الكبير وتحوله الواحد من أهم معالمها، اتوسعت أعماله من خلال جمعية الحصري علشان تمتد مظلتها لخدمة سكان أكتوبر في احتياجاتهم اليومية ومواجهة أزمتهم. أبرز أنشطة جمعية الحصري كانت دار الأيتام اللي احتضنت 42 طفل، وفرت ليهم المأوى والحياة الكريمة والرعاية الصحية والثقافة الدينية والتعليم والترفيه. ويوم ورا يوم اتسعت أعمال الجمعية وخدماتها لسكان مدينة 6 أكتوبر علشان تشمل الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفي أدق التخصصات اللي الناس بتدور عليها، وآخرها وحدة متكاملة للغسيل الكلوي هيتم افتتاحها خلال أيام، ده إلى جانب معهد أزهري متكامل تم إنشاؤه على أحدث النظم التعليمية والإنشاءات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. ضيفتي في هذه الفقرة هي الداعية الإسلامية، هي الفنانة، هي مقدمة البرامج، شخصية ثرية للغاية، أيضا هي بنت شيخ قراء القرآن الكريم فضيلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، ليها أعمال كتيرة وحوار كتير لازم يتواصل معها عن ياسمين الخيام أو عن ياسمين محمود خليل الحصري وإيه قصة هذا الاسم. حوار ممتد النهاردة في سهرة ممتعة مع ضيفتي العزيزة الحجة ياسمين الخيام التي لا تزال تحب أن يعني تلقب
او يسبق اسمها بكلمه الحج. ازيك يا حاج ياسمين؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. حضرتك اهلا وعيد سعيد عليك يا رب على الامه كلها ان شاء الله كده ايام طيبه وايام كلها خير وبركه. اللهم امين ان شاء الله. خليني ابدا معاك بالاسم. ياسمين الخيام. ايه علاقته بمحمود خليل الحصري؟ هو اسم الحقيقه افراج الحصري، ولما جيت الحقيقه عشان خاطر في المجال الفني فكان لابد ان انا انتقي اسم، عشان خاطر كان في ثوره كبيره على الوالد وعليا ازاي ان انا احترف الفن واغني واطلع على المسرح، وكانت شغلانه كبيره قوي والحقيقه عانيت منها مرارا، يعني عانيت منها سنوات. فالحقيقه كان اقتراح الناس الحقيقه اللي كانوا محبين ليا ومحبين للوالد ان انا انتقي اسم عشان يعني ابعد الوالد عن كل هذا الهجوم اللي ما الحقيقه يعني ملوش فيه اطلاقا، وما كانش اطلاقا يعني لا في النيه ولا في ولا في تخطيط. كان هجوم شديد وقتها جدا جدا. كان سبحان الله يعني كانوا كان في يعني اتجاهين، ناس تقول سيبوها تغني وناس تقول ارجموها واذبحوها ويعني حاجه كانت الحقيقه عنيفه جدا. وكان مواقف كل واحد يتذكرها الحقيقه يتذكر الفهم الخاطئ للدين. يعني كان سبحان الله اللي كان مؤيدين ناس مستنيرين الحقيقه يعني من العيله ولا من الاصدقاء؟ لا من من المجتمع كله، المجتمع. وخاصه بعض المنتسبين للتوجه الديني، يعني متخيلين ان ده حرام وان ده خروج عن الدين وان ده خروج عن العرف. فطبعا ازاي بنت الشيخ الحصري بالظبط تقف على مسرح وكده؟ والحقيقه يعني كان قصه طويله، لان طبعا قدر الله سبحانه وتعالى ان انا يعني يسمع صوتي تسمع صوت السيده جيهان السادات والسيد الرئيس الراحل محمد انور السادات ويشجعوني ويدوني يعني فرصه ان انا اعبر عن موهبتي دي. فكان طبعا هجوم بالغ. فالحقيقه كان الدكتور رشاد رشدي الله يرحمه وزير الثقافه وقتها اللي كان لا ما كان مستشار الرئيس مستشار فكان في الفتره دي بصراحه كان كمان الكاتب احمد بهجت اللي هو يبقى خاله رشاد رشدي كان اهداني كتاب بيتكلم فيه عن عمر الخيام. فاكتشفت ان عمر الخيام ده موسوعي وعالم جليل وسبحان الله باحث في الانواء الجويه، وكتابته للشعر دي كان حاجه يعني ايه هوايه جنب علمه. باختصار ان كان قصه حبه يعني طفله اسمها ياسمين، وزي ما بيقول مثل قيس وليلى وزي ما بيتقال فعمر الخيام كان بيحب ياسمين. ياسمين. فالدكتور رشاد رشدي الحقيقه قال ايه رايك طيب يبقى ياسمين الخيام؟ انا ما انا عايزه انقي اسم ثنائي عشان خاطر انقى بالوالد وبالعيله وبالاسره وعن انهم يدخلوا في هذا الصراع. وخاصه بقول لحضرتك كان في الفتره دي الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عليه كان شيخ الازهر. كان رأيه ايه؟ كان مؤيد، قال يا بنتي الغناء حلال ومباح طالما لا يثير فتنة ولا يحرك شهوة ولا يصد عن واجب. وان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع من بنات النجار، ودول حرائر يعني كان ولاد خاله، والمرأة اللي نظرت انها تغني بين ايديه فأذن لها بالغناء إذا ما عاد منتصرا من أحد الغزوات. ده فضيلة الإمام الأكبر. أيوة. الشيخ عبد الحليم. ولذلك في الفترة ده كان رأيه في الغناء. أيوة. والشيخ محمد الغزالي الله يرحمه طبعا الغناء الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. وكثيرين الحقيقة وقفوا معايا من المستنيرين ومن العلماء الأجلاء. طب مين بقى اللي كان بيطالب زي ما حضرتك قلت في البداية بالرجم و يا بعض الأخوة. بعض الأخوة موجودين من زمان الأخوة ولذلك كانت في مجلة اسمها الدعوة تبع جماعة الإخوان المسلمين. تخيل حضرتك يقول لي مثلا إيه، هل سينشئ الأزهر معهد لتخريج المطربات؟ والبعض يسمونها ياسمين لأن اسم الحقيقة إفراج. فالحقيقة يعني عانيت كثيرا الحقيقة بهذا السبب. وكان يعني كانت يعني غنائي كان عقب كمان مقتل الإمام الذهبي ممكن تفتكر وزير الأوقاف الأسبق. أيوه بالظبط. اللي اغتالته جماعة إرهابية جماعة التكفير والهجرة بالظبط سنة 72. فكان برضو اسمي من ضمن المدرجين لان طبعا ده خروج عن الله ازاي ان انا خرجت عنه وعن العرف وعن الدين وعن كده. فسبحان الله. لا احكي لي بقى موقف البيت. يعني موقف البيت الحقيقه الوالده صراحة. الوالد ابوك الشيخ الحصري يعني طبعا العالم الجليل انا عايز بس انقل هنا للساده المشاهدين
نحن أمام عالم ديني كبير بليل هو الشيخ محمود خليل الحسني، وبنته عايزه تغني بل ابتدت تغني. انا الحقيقه قدرا لان انا طبعا انا خريجه فلسفه وعلم نفس جامعه القاهره وعملت في مجلس الامه اللي هو كان مجلس الشعب دلوقتي والحقيقه ما كانش اطلاقا في ذهني، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ان كان في وفد برلماني اردني، والحقيقه كانت اللي هو بهجه التلهوني كان رئيس الوفد ده، وزوجته حبوا ان هم يزوروا السيد انور السادات رحمه الله عليه والسيدة جيهان، فأنا كنت في المراسم مراسم مجلس الشعب فأنا اللي كنت الحقيقة الجايد معاهم المرشد بقى. الست الحقيقة اسمها أم عدنان، دي كانت صوتها جميل قوي فهي بتدندن كده في سبحان الله وإحنا في العربية في الطريق، فأنا طبعا بالسليقة يعني صوتي مطوعني فكنت فهي اندهشت وقالت والله صوتك جميل فقدرا السيده جيهان الحقيقه ست جليله وست فاضله جيهان السادات حبت انها ترحب بالست، وخاصه كان قبليها كان في حفله في البهو الفرعوني في مجلس الشعب باحتفاء بشهبانو مرات شاه ايران وانا قدمت فيها افتتحتها بالقران، كان في يعني سيدات العضوات المجلس وانا كنت في المجلس فايه افتتحتها بالقران، فمعلوماتها ان انا صوتي مطوعني ايه وبقرا القران، فهي بترحب بيها فقالت لها انت عارفه ان افراك صوتها حلو قوي بتقرا قران؟ قالت لها قران ولو دي بتغني ما حصلش يعني. فقالت اسمع، فطبعا سمعتها فنقلت الحقيقه موهبتي للسيد انور السادات وقال لا انا اسمع انا كمان، فالحقيقه سمع هو كان سميع يا سبحان الله رحمه الله عليه كان يهوي يعني اسمهان تحديدا يعني لا هو الحقيقه كان فيه الخير كله يعني مش بس استمع يعني اليك استمع إليه وشجعني تعالى عايز اسمع شجعني ونادى بقى رشاد رشدي وكلف الحقيقه الأكاديمية الفنون انها كمان تهتم بيا، وطلع قرار من مجلس من الرئيس لمجلس الشعب ان انا انتدب لأكاديمية الفنون عشان ثقل موهبتي. كل ده كان ايه والوالد فين؟ الوالد انا متزوجه طبعا ما انا عارف بس ما كانش يعرف والوالد وانا هقول لحضرتك متزوجه وزوجي ما كانش معارض ده زوجك انا بتكلم على بنتي الوالد طبعا لا هي كانت صدمه، انت حضرتك حط نفسك مكان لو جت بنتك لا ومين الشيخ الحسن طبعا ما انا بقول لحضرتك كانت هزه كانت شغلانه كبيره. انت رحتي قلتي له ايه بقى؟ والله واخدني ورحنا للدكتور عبد الحليم محمود ولانه كان صديقه الحميم الحقيقه فحكى له قال له دي يعني معروض عليها كذا، فالدكتور عبد الحليم محمود اذكر والله وطبعا في دار الحق دلوقتي قاعد على مكتبه كده ومسك السبحه سبحان الله وقال له بقول لك ايه يا شيخ محمود كتفها واضربها علقه وسكت. انا قلت خلاص الموضوع، فقال له عشان خاطر لما اقول لها تغني ما تاخدش فلوس يا بنتي في ابيات للسهره وردي انا كان في العشق الالهي كنت حديها لواحد بلدياتي اسمه عبد الحليم حافظ فيا ريت تغنيها. ومن هنا بقى جت هجومهم على فضيله الامام عبد الحليم محمود ازاي انه يفتي بان يعني يبيح ليا الشيخ الحصري عليه رحمه الله ما كانش هو صاحب القرار قال خلينا نروح للشيخ عبد الحليم محمود يعني اعتبر ان هناك له مرجعيه هتقول يعني القول الفصل يعني اللي هو كان طبعا انت عارف حضرتك هو دايما كان يأتنس برأيه يأتنس برأيه لكن طبعا عانينا لان طبعا الخطب كلها كانت في الجوامع كلها والجرانين كان طبعا كانش فيه غير الاهرام والاخبار والجمهوريه فكنت بقى خاف امسك الصحف من كتر ما طبعا فيها يقول سيبوها تغني وفيها ارجموها واضربوها واعملوا فيها مش عارفه الاخوات الوالده كان رايهم ايه؟ اصلا انت عارف الصدمه حاجه فجاه يعني ما كانش لا اعداد ولا حاجه يعني انا نفسي ما كنتش يعني ايه ما كانش عندي التربيه الفنيه وان انا مثلا بدرس موسيقى فهم متدرجين لا ففجاه بين يوم وليله اقف على المسرح عشان اغني كمان في الذكرى الاولى للراحله السيده ام كلثوم غنيت فيها برضاك يا خالجي والقلب يعشق كل جميل، فما كانش انت عارف حضرتك انت عارف الصدمات وفعلا الواحد لما يعني بيراجع نفسه كده ويقرا في القرآن سبحان الله سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
يعني قدر الله ان انا ادخل التجربه دي عشان خاطر يمكن يبقى في شيء من الذيوع والانتشار ولا يعني كده والناس طالما جبت سيره جيهان السادات بتردد سيده فاضله تردد وقتها بان السيده جيهان السادات دفعت بياسمين الخيام للتغطيه على صوت ام كلثوم. ست ام كلثوم كانت انتقلت ما انا عارف طيب بس ظلت يعني لا موجوده لا 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 لا, لا اطلاقا يعني بالعكس ده انا حتى كان اول حفله ان انا بغني لست ام كلثوم ازاي وبعدين دي قامه وقيمه كبيره واي حد عايز يعني حتى يختبر في صوته يعني ياسمين الخيام تنفي عن جيهان السادات لا 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 اطلاقا لا اطلاقا ابدا يعني كانت تدعمك في سبيل تدعمني على اساس ان انا مصريه ونفسها ان يبقى في صوت مصري في الوقت ده لان كان طبعا كل الموجودين كانوا في الساحه يعني طبعا مع احتفاظي يعني لهم قدرهم ولهم مكانتهم بس ما كانش في صوت مصري يعني كان نفسها ان يبقى في صوت والسيد الرئيس نفسه انور السادات الله يرحمه كان يقول نفسي صوت يبقى اخت في كل بيت يعني فنانه كده لو هو كان سويق أيه. شباب ممكن تجهزوا لي صوره بطاقه فضيله الشيخ الراحل محمود خليل الحصري لان عايزين نتكلم لا انا عايز صوره بطاقه فضيله الشيخ محمود خليل الحصري البطاقه اهي جميله عاوز اعرف كلمينا عن شخصيه الشيخ الحصري واسم الحصري جه منين يعني الوالد الحقيقه هو طبعا من قريه شبرا النمله دي مركز طنطا نعم والحقيقه والده كان اسمه السيد خليل وكان قلبه معلق بالمساجد فكان دايما يعني ايه يفرش المساجد بالحصر فلقب بالحصريه الوالد جدي بقى اللي هو الشيخ ده عفوا ده جد حضرتك جدي اسمه السيد سيد خليل كان يفرش المساجد كان فحصل كان على لقب بالحصير الحصر ما كانش فيه سجاجيد ولا حاجات طبعا ولا مكتم الكلام ما كانش فيه اي حاجه فكان بيفرشها بالحصر فلقب بالحصريه من حبه وتعلقه بالمساجد وشاف رؤيه غريبه جدا سبحان الله شاف ان سلسله ظهره عباره عن عنقود عنب جميل ومن كل فج عميق بيأتي يأكل من هذا العنقود ويقول الله ولا ينقص من العنقود حبة عودت الرؤية دي مرارا فراح لأحد اللي بيأوله الرؤى في طنطا في سيد البدوي قال له انت عندك ولد قال له عندي ولد وحيد لسه مولود قال له طيب حفظوا القرآن وعلموا القرآن لأنه ان شاء الله ربنا إلى أن تقوم الساعة حينتفع به لأن العنقود قلنا وصدقت الرواية والرؤية فحفظ القرآن 8 سنوات وكان سبحان الله بيمشي بقى من قريتنا شبرا النملة إلى طنطا 5 كيلو عشان يروح المعهد الأزهري عشان يكمل تعليمه ووالده انتقل وابتدى بقى سبحان الله حبه وتعلقه بالقرآن وعلوم القرآن وتخصص في علوم القرآن وربنا سبحانه وتعالى فتح له بقى يعني من حيث لا ندري ونحتسب بحب وتعلقه بكلامه رغم ان في الوقت اللي كان بيقرا فيه فضيله الشيخ الراحل محمود خليل الحسن القران كان فيه اساطيل طبعا ما الذي ميز الشيخ الحصري وسط هذه الاساطيل ميزه باتقانه وتجويده كان بيسموه الميزان يعني عايز تحفظ القرآن وترتل القرآن الترتيل المظبوط نعم. هو ده المعيار وهو ده الميزان يعني تميزه في إتقانه وفي يعني ده المعلم عشان خاطر حضرتك فعلا تفتح المصحف وتقرأ قراءة سليمة صحيحة اللي احنا مأمورين بيها طبعا ورتل القرآن ترتيلا ترتيل المظبوط فأطلق عليه بأنه قراءته هي قراءة الميزان بالضبط الميزان طيب الشيخ الحصري معروف ان هو سجل القرآن مرتلا لإذاعة القرآن الكريم اول من يوثق القرآن صوتا لانه الحقيقة كان في احد رحلاته وجد مصاحف طبعا وراها طبعا التوجه الصهيوني في تحريف القرآن ده من زمان إسرائيل شغالة من زمان طبعا فسبحان الله في احد رحلاته كان وجد مصاحف فاخرة جدا وطبعة نادرة كده فبحكم ان هو كان اظن كان في الكويت اظن فسبحان الله ففتحوا لقى ان في تحريف يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا غلت دي شالوا النقطة اللي على الغين فبقت علت
علت ايديهم. خلص المعنى اختلف تماما. التحريف ولعنوا اللام مع العين النبره دي اتشالت فاتؤمنوا وهكذا. فمن هنا جت فكره توثيقه صوتا. فالحقيقه الكلام ده كان في عهد زعيم الراحل جمال عبد الناصر. والحقيقه الزعيم جمال عبد الناصر كان يحب الوالد جدا، وكان حتى في سفرياته يعني خاصه في شرق اسيا كان بيصحبه. يا ريت يا شباب نعرض صوره للشيخ الحصري مع الرئيس عبد الناصر. الرئيس نعم. فلما طبعا عرض على الزعيم جمال عبد الناصر هذه هي الصوره، الشيخ فضيله الشيخ الراحل محمود خليل الحصري. ايوه. بجواره الرئيس جمال عبد الناصر وفي نهر كمان. نهر وفي رئيس النهر في الطرف، بس يمكن الصوره مش كامله بقيه الصوره. فسبحان الله. طبعا كان نقل العبد الناصر قصه تحريف، كان وزير الاوقاف في هذا الوقت اللي هو وزير طعيمه احمد طعيمه. نعم. فطبعا شجع جدا زعيم جمال عبد الناصر وقال تفتح محطه للقران الكريم، يعني قرار انشاء إذاعة القران الكريم يرجع الفضل لها للزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله عليه. رغم يعني رغم ايه بيتداول وبعض معارضي عبد الناصر بيتهموه إيه؟ انه كان ضد يعني الشعائر يعني الدينيه لا اطلاقا، وانه قام بتحجيم الازهر الشريف لا اطلاقا. هذه اشاعات باطله. لان حضرتك بقول لحضرتك انا بقول لك شائعات بتقول لا وبعض يعني احنا بنوثق تاريخ عبد الناصر. لا نعم. بنوثق تاريخ طبعا. هو سبحان الله يرجع عليه الفضل بانشاء اذاعه القران القران الكريم. وظلت اذاعه القران الكريم وظلت بصوت الوالد منفردا لسنوات، يعني ما يقرب من 10 سنوات لغاية ما ابتدى. لا عفوا، ليه الشيخ الحصري هو اللي يقعد يقول قرآن وصوته منفردا يرتل القرآن عفوا لأن أنا مهتم بالجزء الباقي من السؤال. يرتل القرآن منفردا بينما هناك أساطين التلاوة. هناك عرض على بعضهم، ولكن يمكن كانت الطريقة المعتادة هي التجويد. نعم. التجويد بالنغمات السيكا والنهواند والرصد وكده يعني. والناس كانت بتألف هذا يعني. طبعا مشايخنا واساتذتنا الكبار طبعا يعني كان وتميز مصر الحقيقه بقرائنا اللي لهم مكانه بتجويدهم للقران، بترتيلهم للقران وتجويدهم للقران المجود اللي هو يعني زي اللي بنسمعه المعتادين عليه. فكان دي يمكن طريقه غريبه غير مالوفه لسه. والبعض يمكن قيل ان هو طلب يمكن مبلغ مغالى فيه ما كانش في امكان الحكومه انها تدفعه في هذا الوقت، فالوالد سجله بدون اجر. سجله بدون اجر. وبعد ما سجله الحقيقه الرئيس برضه جمال عبد الناصر قال لا لابد ان هو يعني بعد ما اتفتحت الاذاعه وبسم الله ما شاء الله اسطوانات الوالد دي كانت حضرتك تروح في شرق اسيا تلاقي، لان كان فيها ساعتها المجلس الاعلى لشؤون اسلاميه. نعم. المجلس الاعلى لشؤون اسلاميه الحقيقه غزا العالم باسطوانات القران المرتله في افريقيا في النجوع وفي سبحان الله وفي البلدان وفي في كل القاره تلاقي الاسطوانات المصحف المرتل هناك. كانت المجلس الاعلى الحقيقه بيهديها للبلاد دي سبحان الله وشرق اسيا والبلاد الاسلاميه كلها. طب ما تيجي نتكلم بصراحه، هل الشيوخ غاروا بقى بعد صوت الشيخ الجليل الراحل محمود خليل الحصري وهو يتلو القران؟ لا هو مش سنوات طويله، هو يغبطه غير محببه. هي اسمها غبطه. اسمها غبطه. ايوه. هنصلح بس المفاهيم في عرضك. دول اصل دول العلماء دول لحمهم مر، خلي بالك يعني. في عرضك. الغبطه هو انك تتمنى ان تاتي اليك النعمه مثل ما جاءت لاخيك المسلم. لكن لا لا تتمنى زوالها. بالظبط كده. ما انا عشان كده الحاجه ياسمين بتقول للدقه. طيب فهم غبطوه وتمنوا ان يكون لهم. سجلوا بقى بعد فتره الحقيقه لما لقوا الناس بتالف هذه الطريقه في الترتيل وبقت معتاده والبلاد الاسلاميه كلها بقت تفتح اذاعتها بيه. عايز اقول لحضرتك داخل مكه المكرمه. أيوة. وفي الحرم. أيوة. انا بستمع لمشايخ الحرم المكي ومنهم من يرتل مثل فضيله الشيخ الحصري. ما انا بقول لحضرتك مسمينه المعلم. المقياس زي المسطره يعني، عايز تقرا سليم كما انزل حضرتك تقرا بالظبط يعني. الوالد زار السعوديه وقرا هناك.
السعودية طبعا. أمال إيه ده كان معاه الإجازة بأنه في أي وقت يصل المملكة أن يقرأ في مكبرات الصوت في الحرم المكي والحرم المدني، لأن أول ما دخلت مكبرات الصوت كان برضو أول من قرأ في مكبرات الصوت. فالملك الحقيقة رحمة الله عليه اداله يعني إجازة بأنه في أي وقت يصل المملكة على طول يقرأ في الحرم المكي. الحاجة ياسمين الخيام بتقول أن فضيلة شيخ الراحل محمود خليل الحصري عندما دخلت مكبرات الصوت في المسجد الحرام الكعبة المشرفة والمسجد النبوي، كان الشيخ الحصري عليه رحمة الله هو أول من تلا القرآن عبر مكبرات الصوت في الحرمين الشريفين. وأنا شفت الوالد الحقيقة يعني سبحان الله كان آخر قراءة ليه كان كمان في الحرمين المكي والمدني، لأنه بعد على طول بعد كان في الحج زي الأيام دي كده سبحان الله. وأشهد أن الحقيقة شفته في الحرم المدني وبيقرأ يعني في مكبرات الصوت كده وقاعد سبحان الله وبيقرأ وكأنه فعلا بيقرأ أمام سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو كان فيه من الخشوع ومن التجويد ومن حبه للقرآن ومن غيرته على إن أي حد سبحان الله يعني يحاول إن هو يعني لا يلتزم بقواعد التجويد الصحيحة، فيعني من حبه للقرآن ومن عشقه للقرآن ومن غيرته على القرآن سجل طبعا كل القراءات، حفص وورش والدوري وقالون يعني الحقيقة والمعلم يعني الحمد لله ترك مكتبة قراءات القرآن السبع المشهورة أو المعروفة القراءات المختلفة. طيب هل الرئيس الراحل عبد الناصر وكده في علاقة بينه وبين فضيلة الشيخ الراحل الحصري؟ هو يعني كان في تواصل يعني ما أقول لحضرتك كلفه بمهام مثلا؟ لا هو كان لما منه كان بيسافر الحقيقة كان بيصحبه في رحلاته. قلت لحضرتك صاحب الفضل في إنشاء فعلا إذاعة القرآن الكريم اللي الحقيقة يعني كونها أنها تنفرد بصوت الوالد المسافة دي كلها. والوالد الحقيقة كان دايما يذكر انه يعني افضال هذا الزعيم على خاصة الفقراء وعلى وازاي ان هو فعلا حبه للناس وحبه لبلده وحبه لوطنه، يعني كان دايما ولذلك حتى كانت صورته بامضائه كان معلقة في ثم المنزل. انتقلنا الى فترة حكم الرئيس الراحل انور السادات. أيوة رحمة الله عليه رحمة الله هو فضيلة الشيخ الحصري، وفي صورة الان معروضة الشيخ الحصري بيصلي في سيناء مع السادات. أيوة. الصورة دي وهو بيصلي كان بناء على طلب منه ولا رئاسة الجمهورية طلبته؟ لا الرئاسة طبعا الرئاسة هي طبعا هي اللي بترشح وكده طبعا ما حدش يقدر يزج بنفسه في خاصة في المناسبات اللي زي دي بتبقى طبعا بدعوة. يعني هو الحقيقة يعني هو طاف العالم كله وقرأ القراءة في الكونجرس الأمريكي وقرأ القراءة سبحان الله في الأمم المتحدة وسبحان الله ربنا جعله سبب. كان في رحلة برضو كان بصحبة الإمام الدكتور عبد الحليم محمود وقال لهم مش في مسلمين في هذا المكان بيعملوا، طب يا ريت نعمل مصلى. وكان أول أذان برضو في الأمم المتحدة. رحل عن عمر كم؟ 62 سنة. صغير يعني. ماذا كتب في وصيته؟ أوصى بثلث التركة لأعمال الخير وطبعا مساعدة الفقراء والأيتام وخاصة والاهتمام بالتدريس القرآن وترتيل القرآن يعني هو ترك لكم ثلث التركة أو يعني أنكم تعملوا بها أفعال خير لكن لم يحددها. لا هو طبعا ما تحددها معروف للفقراء وخاصة لرعاية يعني الضعفاء من أهل القرآن وكده. وأوصى كمان وهو بنى في حياته بنى مسجدين وبنى فين يا حاجات بنى في شبرا النملة وفي العجوزة. شبرا النملة في مركز طنطا. أيوة. ولادته ومعهد أزهري ابتدائي وإعدادي وثانوي أيضا في مسقط رأسه. وهقول لحضرتك حكاية برضو سبحان الله هذا المسجد انه كان وهو صغير طبعا القرية ما كانش فيها طبعا يعني إنارة ولا كلام من ده. كان الإنارة في الطريق اللي بيقولوا عليه الطريق الزراعي الطريق الرسمي. فكان سبحان الله بيروح عشان خاطر يذاكر او يحفظ في هذا الطريق واخد بال حضرتك تحت شجره كده والاناره بتاعه الطريق. فسبحان الله بعد ما ربنا وسع عليه حب ان ايه ان يشتري هذه قطعه الارض اللي كان بيحفظ تحتيها. نعم. وكان حتى لما كان السائق سبحان الله كان يمشي كان يقول له استنى
وايه ويترجل يستحي ان يركب بالسياره كده يمر عليها يترجل. واشترى قطعه الارض دي وبنى عليها بقى المسجد وبنى عليها المعهد الازهري. طيب ماذا عن مسجد الحصري؟ يعني هو كده لم ينشئه، اولاده هم اللي انشاوه، تحديدا الحاج ياسمين الخيام. يعني والله يعني ربنا جعلني سبب طبعا، يعني نعم. احنا بناخد بالاسباب. نعم يعني احنا طبعا قصه مسجد الحصري وهو مكان كبير ومشهور في مدينه 6 اكتوبر يعني. طبعا هو حضرتك بعد وفاته حبينا ان احنا يعني ده امتداد لاعمال الخير بتاعته. فسبحان الله طبعا سعينا ان احنا لانه كان ساب بعض افدنا في القريه عشان نعمل مشروع خير امتدادا للخير اللي بيعمله، فما تمكناش الحقيقه. ما كانش في تصريح بذلك. ففي احد زيارات الصديقه في اكتوبر لها مصنع، يعني زوجها احدى صديقات حضرتك نعم، فقالت لي تعالي نزور اكتوبر في مصنع بنعمله هناك، وكانت الحقيقه يعني خاويه. نعم فالحقيقه رئيس الجهاز قال لي ما تاخدي هنا قطعه ارض في مسجد وكده، كان لسه مسحوب من احد رجال الاعمال الكبار، بس لابد ان في 6 اشهر تكوني انتهيتي من لا عفوا من بنائه. يعني هذه الارض كانت مخصصه او الجهاز كان مخصصه اصلا لبناء مسجد بالظبط، ثم عهد الى احد رجال الاعمال انه ياخد هذه الارض ويبنيها فاتسحبت منه لكنه لم يبني المسجد بالظبط. وبعدين مش هو بس ده يعني اتسحبت من يمكن 6 7 قبليه رجال اعمال برضه؟ لا مش طب رجل الاعمال ده لسه عايش وشغال دلوقتي؟ لا شغال قوي شغال لكنه لم يبني المسجد. لا ربنا يوسع عليه ربنا يكرمه. فالشاهد بقول لحضرتك طبعا خيرني قال لي في قطعه هنا وقطعه اخرى، فالحقيقه انشرح صدري لهذا المكان، قال لي ده هيبقى ميدان التحرير بتاع اكتوبر، وهذه حقيقه حتى الان يعني. فسبحان الله بتشوف حضرتك مع تجديد النيه لله عمل ربنا ده. انا عندي شعار اتعلمته من ابويا اسمه لا هم مع الله. حاجه ربنا لا هم مع الله. لا يمكن انت حاجه ربنا انت يعني بس لو انتوى العبد فعل خير ايوه ياخد بالاسباب ياخد الاسباب وما يشيلش هم بس خلاص اطلاق. لا ده شغل ربنا، ده ملك ربنا، ده حاجه نعم. ربنا سبحان الله بيت ربنا او العمل اللي انت بتعمله ده بتتوجه بيه لله سبحانه وتعالى. فجهاز اكتوبر ادى لحضرتك الارض عجبتك قلتي هاخدها وابنيها بالظبط. كان في طبعا مبلغ اللي انا متدخرينه والاسره متدخراه عشان خاطر كنا نبني في القريه وكده، فكان ده الايه الاساس. وابتدى اهل الخير الحقيقه يتعاونوا معانا، وزي ما قلت لك يعني الفيض من عند ربنا بلا حدود. وابتدينا بسم الله ما شاء الله عملنا اللي بنينا المسجد، وعملنا المسجد الجامع بقى، المسجد اللي هو بيضم ايه بقى حاجه الخيرات. شوف هقول لحضرتك حاجه، المسجد بمعهد سبحان الله للدعاء مع الدعاء مع الدعاء ايوه ده بيتبع وزاره الاوقاف ايضا، ومجال التنميه البشريه يعني الدورات للتنميه البشريه ودروس التقويه وطب الاسره طبعا بالتعاون مع وزاره الصحه مركز. انا جيت اتطعمت فيه مره قبل ما اسافر عمر. ايه رايك؟ كان اقرب مركز كده قالوا روح لي بس كده الحصري ايوه امال الحقيقه الحمد لله. وعملنا نبع الحصري اللي هو زي كده سيد الصاوي بنستضيف الشخصيات كده الكبيره بحيث انها تدي ضوء برضه تتكلم يعني تعمل ندوات ثقافيه واحتفالات ايضا يعني في ولد النبي بسم الله ما شاء الله بنعمل برضه احتفال كده جميل بيجي لنا فيه الاستاذ احمد الكحلاوي وجانا فيه مره برضه الاستاذ محمد ثروت، يعني بنعمل نشاط جميل كده في الصحن خلف المسجد بالانشطه الثقافيه. يبقى تربيه يبقى تنميه بشريه ودروس تقويه وطب اسره وتحفيظ قران في المسجد تحفيظ قران طبعا، وفي كتاب كمان كتاب طيب الحصري كتاب الحصري وبندي كمان في دورات لتحفيظ القران مجانا. نعم بس ملحق انا عديت ايضا وانا بمر على المنطقه دي كثيرا دار ايتام. لا دار ايتام منفصله بقى قطعه ارض منفصله نعم. دار الايتام دي الحمد لله ربنا رزقنا بفضل الله سبحانه وتعالى اولادي بقى دول 42 طفل بسم الله ما شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقنا بيهم، وان شاء الله كده نفرح سيدنا النبي
ان احنا كده نهتم بيهم ونعمل بوصيته في حسن كفالتهم وحسن تربيتهم وحسن رعايتهم والاهتمام بيهم وتربيتهم. الحقيقه تربيه يعني ايه التربيه كما يجب ان تكون، حته الاهتمام بالشخصيه وتنميتها، التنميه الصحيحه وغرسها الغرس الطيب في انها انتمائها لله ثم لبلدها. عايز اقول لحضراتكم ان على منبر مسجد الحصري وقف نجوم الدعوة، مثلا الشيخ أحمد كريمة، الداعية عمرو خالد، الداعية مصطفى حسني، وكان من أبرز محفظي القرآن الكريم بالجمعية محمد أبو حامد، يعني الناشط السياسي البارز. لكن خلونا نطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل حوارنا الممتع مع ضيفتي العزيزة الحاجة ياسمين الخيام، وناخد تعليق منها على كل اسم وإن كانت هي بتتحفظ برضو، لكن نطلع فاصل. حوارنا لا زال متواصل مع الحاجة ياسمين الخيام ضيفتي العزيزة. عايز اقول لكم وانتوا قاعدين معاها حوار ممتع كان خارج الهواء. أيوة. وهي تتمتع بشخصية ذات كاريزما وحضور طاغي بصراحة. الله أكبر. يعني ربنا يحفظها. الله أكبر. طيب. كبيرة. خلينا نبدأ نعرض عدد من الصور، وعايز اخد تعليق من ضيفتي العزيزة الحاجة ياسمين الخيام عليها. في صورة الاولى لفضيلة الشيخ، ويا شباب جاهزين؟ أيوة. الصور ما حدش معايا كده من الكنترول. طيب عايز صورة الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله. الصورة دي مع الأولاد يا حاجة ياسمين وراكي. ده مين اللي شايله بقى؟ ده الدكتور محمد. وانا ام ضفاير الحلوه جا الاموره دي. ايوه. ورايا. طب انت ماسكه مين؟ شايله مين على شايله؟ ده كان اخ وانتقل لرحمه الله عليه رحمه الله. ومين اللي واقف بينك وبين الوالد؟ ده الحاج علي كبير. واللي في اليمين دي الله يرحمها اختي شوقيه. رحمه الله عليه. حضرتك كان ليكي كام اخ واخت؟ حاج علي ثم انا والدكتور محمد الحصري والحاج سيد ده وكيل اول وزاره في مجلس الشورى والحاج حسين وايمان. نعم. الصوره الثانيه يا شباب على طول، يعني في صوره شهيره للحاجه ياسمين وهي كانت في ميدان التحرير. انتوا لسه بتاخدوا الكدر. يعني عايز اقول لحضرتك في الفتره اللي انت بنيتي فيها الجامع والمسجد، ثم بنينا بعد كده بقى المعهد الازهري لغات، وده بقى الحقيقه يعني بعتز جدا بهذا المعهد لانه بيجمع بين الحسنيين. إيه منهج الازهر الرصين الجميل اللي يجب ان احنا كلنا ندعمه وان احنا فعلا نهتم بيه. ايه الجديد اللي انت عاملاه في المعهد الازهري؟ عاملين سيمي انترناشونال، واخدين بريتش مع امريكان مع منهج الازهر الوسطي. ده حاجه جديده دي. ان شاء الله هيفتتح امتى؟ لا لا لا، ده بقاله دلوقتي 6 سنوات. بقاله 6 سنوات بالظبط. والحقيقه مهتم بيه فعلا فضيله الامام الاكبر، ودايما الحقيقه بنزوره عشان خاطر برضه يعني لو في اي توصيات ولا حاجه بنبقى في زيارته وبيرحب بينا. هو طبعا فضيله الامام راجل يعني هو اسم على مسمى فعلا. طب فضيله الامام الطيب. مسجد طيب. ومركز الحصري ده لما بتقابلك مشاكل بتتعاملي مع مين؟ يعني بتتعامل اولا لا بألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ده أول يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني هو طبعا أنت عارف هموم الأمة دلوقتي والبلد ومرحلة اللي هي فيها طبعا في أولويات. فاحنا بنعذر المسؤولين الحقيقة برضو يعني في، لكن بنحاول ان احنا قدر المستطاع بنحسن الظن وبنلجأ للناس عشان خاطر برضو يذللوا، خاصة الجمعيات الخيرية الجادة دي المفروض الناس كلها يعني تراعيها وتبقى لها برضو يعني ايه في سماحة في التعامل كده وفي يسر في التعامل. طب شايفة صورتك وانت في ميدان التحرير الحاجة ياسمين الخيام خطيبة؟ الله اكبر. ده كان امتى بقى بالظبط؟ ده والله اصل انا رحت طبعا الميدان ميران يعني في المناسبتين طبعا. دي فبراير 2011 يعني. كنت طالعه تخطبي تقولي ايه؟ بقول الله اكبر والله ينصر مصر سبحانه وتعالى، ويعني بحث الناس على انها تشتغل.
بس يعني نفسي الناس انها فعلا تبقى جادة تشتغل تنتج. يعني ده الوقت فعلا فيه اللي احنا يعني ايه نصالح مصر، لان احنا الحقيقة ازعجناها كتير قوي. طب يا نير شايفها ايه، ثورة ولا طبعا مؤامرة؟ لا 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 يعني ثورة، هي ثورة طبعا، واخد بال حضرتك، وكان امتداد ليها وتصحيح لمسارها في 30 يونيو. كان في تواصل بينك وبين الرئيس مبارك وسيدة كاريناتو؟ لا، هو كان بس في الاحتفالات اللي كنا بندعى اليها وبس، لانك طبعا كنت انا اعتزلت في سنه 90 وانتبهت واشتغلت بقى. بس كان في فتره 8 9 سنين من حكم بالظبط من 81 ل 90 ما كانش في تواصل. لا، ما هو التواصل من خلال الحاجات اللي كنت بقدمها. هو الحقيقه كان بيثني على بعض الحاجات اللي بقدمها زي المصريين هم وزي دي من اشهر الاغاني الوطنيه، ومبروك اللي كان دايما في فتح الكباري والحاجات مبروك عليك كان بيزعلنا في الماتشات. يا رب جدد نيتنا وعلى يا رب ايه. لا، كان في كاريكاتير الحقيقه لاحد الناس سبحان الله للظرفاء يعني، قال يا ريت ياسمين ما قالتش وعلى قد نيتنا ادينا، لكن الحقيقه احنا هنصلح النيه ونجدد النيه ان شاء الله وعشان ربنا يدينا. لكن لم تحدث مواقف حاده بينك وبين مبارك او رجال؟ لا 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 اطلاقا. طب ما كانش في تجدير من اجهزه الامن عليكي في مسجد الحصري او كده؟ لا، هو طبعا احيانا طبعا يعني، وده كان دورهم عشان خاطر يتاكدوا ان الحمد لله ما لناش توجه، ما لناش اطلاقا، ان احنا مش متصنفين، ما لناش اطلاقا اي توجه لحاجه، لان احنا تربيه القران وتربيه ممائده القران اللي هو يعني والفهم الصحيح تربيه مشايخنا. بس يعني شافوا بعض الدعاء عندك يا حاجه ياسمين؟ المكان مفتوح، المكان مفتوح للدنيا كلها، ما كانش في حظر على حد. اللي كان عندك عمرو خالد، مصطفى حسني، قالت يا حاجه ياسمين بيعملوا ايه بتعمل؟ والله سبحان الله، احنا ماشي يعني عمرو خالد من نادي الصيد هي جابوه لنا في اكتوبر. طب وما التصريح منهم ويعني طبعا كان كل حاجه بتصريح من الدوله، ما كانش انا ما احبش اطلاقا ان انا اخالف تعليمات في اي عهد الحقيقه، يعني التزم واحترم فعلا النظام اللي انا يعني يعني الدوله اللي المفروض لها نظام تلتزم بيه. طبعا عشت فتره صعبه في فتره حكم مرسي الحقيقه، يعني كانت كمسجد وكجمعيه وكرساله، كمسجد وكجماعة ما لحقناش الحقيقة الحمد لله ما لحقناش. ما كانش في تواصل بينك وبينهم او هم تواصلوا معاكي؟ لا لا، ما حاولوش يستخدموا هذا المركز يعني؟ لا، هو طبعا لما يجي وزير اوقاف عشان يقف على منبر هتقدر تمنعه؟ لا طبعا طبعا يعني عادي. انا ما بحبش الصدام عموما. تحبيش؟ لا لا اطلاقا. احب اولا احسن الظن دايما وانتظر. وانا يعني على كل انسان، ان الانسان على نفسه بصيره. يعني هم حاولوا بس ما نجحوش؟ لا، اصل هقول لحضرتك تربيتنا صعبه، احنا تربيتنا تربيه قلت لحضرتك مائده القران، الفهم الصحيح للدين، فاللي فاهم واللي عارف ده ما تقدرش تضحك عليه. ولا ايه؟ طيب ولا ايه؟ تعال نشوف صورتك دي. صوره مع مين دي؟ هنا ورا حضرتك اهي الصوره، اهي حضرتك مع ده هنا في بنك ولادي لما راح عشان يتبرعوا لتحيا مصر من مصروفهم الخاص. والحقيقه الاستاذه دي مديره البنك لما سالتهم قالت لهم انتوا من مصروفكم الخاص تبرعتوا؟ تبرع كل واحد فيهم ب 100 جنيه ما شاء الله. فقالوا لها احنا، قالت لهم يا سلام كده، وحرمتوا نفسكم من المصروف عشان تدفعوا لصندوق تحيا مصر. فقالوا لها احنا بعد حبنا لربنا لنا مين غير بلدنا. يا ريت هذا المعنى يوصل للكبار ايضا. الصوره اللي بعديها شباب لكن دي تكريمك دي. ده الدكتوره الفخريه من جامعه ليدوم في التنميه البشريه. دي في اي دوله؟ امريكا. امريكا. طب ما اقول بقى الدكتوره ياسمين الخيام بقى. شفت يعني بقى، ما ننهي الحلقه كده ونقول مع الدكتوره ياسمين الخيام يعني. طيب دي شوف الصورة دي لحضرتك مع السيدة جان السادات. الله يديها الصحة ويحفظها. الست دي أنا الحقيقة مدينة لها وتعلمت منها كتير. يعني سيدة بتجمع الخلق الطيب والذكاء الاجتماعي والعطاء وحبها لبلدها، بتحب مصر جدا جدا، أشهد بهذا حقيقي والله. فيعني ده نموذج فعلا للمرأة اللي يقتدى بيها. طب شوفوا بقى الصورة دي مين؟ الله يرحمه حبيبي. الرئيس سادات بيربت على يد الحاجة
الدكتورة ياسمين الخياط. اه والله ده سبحان الله يرحمه، ده قال لي كلمة في الحفلة دي. اه كان بيقول لك دي حفلة انت غنيتي فيها. دي كان أول مرة، كان أول مرة بطلع على كنت غنيتي ايه الأول؟ غنيت برضاك يا خليجي والقلب يعشق كل جمال. كانش ليا لسه انتهى. فقال لي والله بكرة كلهم يتباهوا بيكي، لأنه كان حاسس بإزاي كان الهجوم شرس عليا وعلى والدي وكده. ياسمين الخيام في بيتها دلوقتي شرايط أغانيها والسداد؟ هو الشرايط أو الكاسيت أو السيدي؟ السيدات بس المفروض بقى إنها تتحول بقى لسيديهات. مش كده؟ بتسمعي حاجة من أغانيك القديمة؟ أنا بعد بسمع ولادنا ما تيجي نسمعهم. طيب ماشي. شفتوا الحاجة ياسمين الخيام نقلت الحوار، بقول لها بتسمعي نفسك دلوقتي في البيت؟ هل انت ما تيجي نسمع ولادنا؟ ماشي ولادي وحبايبي. طيب خلوني اسمع. اهلا بيكم الاول، وكل سنة وانتم طيبين. ولاد وابناء جمعية الحصري احنا عندنا 42. 42. عايز اخد من كل حد كده يمسك المايك يقول اسمه ويقول لنا هيعمل لنا ايه دلوقتي. يلا يلا ناخد كده من الـ الـ اليمين بالنسبه لي او اليمين بالنسبه لكم. اتفضل اديله الميكروفون. اسمك؟ خالد حسن علي عمر. طيب هتقدم لنا ايه؟ هقدم اغنيه سلام الله يا طه. طيب اغنيه لبيك يا الله. ده يغني؟ يعني ده هيعمل كده كوليكشن كده جميل كده لمجموعه. هو بيعزف بسم الله ما شاء الله، بيعزف كمان سماعي. مش ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. حبي في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، وصل علي في صلواتي وسلم في تحياتي، وصل علي في صلواتي وسلم في تحياتي. يا تجراسي يا نمراسي، يا تجراسي يا نمراسي، يا سيد الخلق يا طه، 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 يا سيد الخلق يا طه. برافو بارك الله فيكم. كان في من ضمن المواهب حضرتك قلت لي ان في حد هيقول بيقول خطبه. خطبه. تعالى فين فين الاستاذ فين ما جاش ليه؟ ما جاش. طيب فين ومعانا؟ طيب احنا معانا مين؟ الشاعر. الفقره الثانيه. الفقره لا ما فيش فقره ثانيه، هي دي هي دي الفقره. طب مين الخطاط اللي هي بيخطط؟ ابدا. عملت حاجه؟
تعال. اه طب اعرضها لنا كده حتى ون آه. مساء الخير. الله عليك الله عليك وتحيا مصر وعلم مصر ونعرضها. فين 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 ده الشغل يا شباب اهو. اولاد جمعيه الحصري واولاد الحاجه ياسمين عاملين العمل الجميل ده كاتبين فيه اسم البرنامج. طبعا سبحان الله. طب ممكن نسمع صوت كمان ابننا رأفت يقرا قران ان شاء الله والضحى ولا ماشي اتفضل بس الضحى ولا او كل هو الله احد علشان يلا علشان نختم. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك ويبارك في الحاجة ياسمين. وقبل ما اختم معاكي لازم اسالك عن تجربتك الاخيرة في الاعلام. يعني احنا كلمنا صحبة ياسمين. صحبة ياسمين. زي كنت عايزة تقولي ايه؟ اول حقيقة يعني ربنا يديله الصحة كان الأستاذ محمد هاني الحقيقة. نعم وبيسلم عليك جدا. ده راجل عظيم الحقيقة وصاحب فضل. فاقترح عليا إن أنا أقدم حاجة أتكلم فيها تبقى حاجة اجتماعية بتهم الناس. وأتكلم عن شخصيات كقدوة في مجتمعنا لأن الناس يمكن تاهت شوية. فلما نرجعهم بقى نقول لهم ده مصر يعني عظيمة برجالها وسبحان الله بما فيها من يعني سواء الحاليين أو القدماء. إن في رموز لابد إن احنا نعتز بيها ولابد إن احنا فعلا نذكرها ونقتدي بيها. فكنت بجيب نماذج بقى طبعا اجتماعية ودينية وفيها خير وفيها عطاء وأماكن أيضا. فكان الحقيقه يعني زي صحبه كده ورانا هي صحبه ياسمين والله. يعني يعني سبحان الله. التجربه دي قابله للتكرار؟ والله الزميله الاعلاميه الدكتوره ياسمين الخيال يعني نفسك ولا ايه؟ يعني خليك كده يعني جاي لها عروض دلوقتي؟ يعني في عروض لحضرتك انك تقدمي او تعدي؟ والله هو اللي بيشغلني دلوقتي وفعلا عملنا الاجتماعي لان شوف حضرتك لما فعلا القى الله كده والقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ب 42 طفل حلو كده جمال يعني بيحبوا بلدهم وبينتجوا وبيتعلموا ونرعاهم ونكفلهم يعني الكفالة الحقيقية اللي يجب ان احنا نتقي الله فيهم نزرعهم الزرع الطيب النبع الطيب ده يعني يبقى خير قوي ان خير ربنا عمل ان شاء الله يعني. وربنا بقى ادعي لي طبعا لان قدامنا المستشفى الخير اللي احنا بنعملها ان شاء الله وقدامنا المصنع ايضا والمزرعه وقدامنا ايضا دار المسنين ان شاء الله. يعني الاعمال اللي احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله نعمر بيها بلدنا ويعني نرد لها الجميل في ان احنا لاهلنا الطيبين والاماكن الاغاثيه اللي احنا بنسعى لها. النهارده المفروض اكون في قنا بصراحه. نعم. عشان خاطر اتواصل مع الجماعه اللي في قريه. انت هتاخد الورقه بقى ده؟ هاخد الورقه احتفظ بيها والله كده من غير هيكتب لي عليها اهداء والله. طيب طب تعمل بقى شيك للجمعيه يعني. طيب حاضر. ليه ما نعملش؟ اجبرتني التبرع له بقول الحاجه ياسمين الدكتوره ياسمين كاريزما كاريزما. خليني اشكرك. ربنا يعزك على ان حضرتك نورتيني النهارده. ربنا ينور قلبك. كل سنه وانت طيبه وانت بالصحه والسلامه وعم سعيد عليك وعلى ما تقدميه من خير للناس. ورحم الله فضيلة الشيخ الراحل الله يرحمه الإمام الكبير بأدعو الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يرزقني بره ورضاه إن شاء الله وبر أبائنا عموما اللهم وبر أمين. بلدنا الطيبة الجميلة إن احنا إن شاء الله كده نعمرها وإن شاء الله تسترد عافيتها وتسترد مكانتها إن شاء الله. وأشكر ولادنا اللي نورونا النهاردة ودايما بالتوفيق ودايما تشرفوني بمواهب جديدة ونزوركم قريبا بمشيئة الرحمن إن شاء الله. بشكر حضرتك. أنا شكرا فضلك. فاصل قصير وبعد الفاصل هنشوف إزاي نذبح أضحية العيد. جايبين جزار بحق وحقيقي قرمته وساتوره بسكينته هيقول لك تعمل ايه. نطلع فاصل.
بدأت تغزو الشوارع المصرية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بس مش الخرفان دي. الإقبال عامل إيه السنة دي على الشارع؟ الحمد لله الناس كويسة، يعني في استجابة كتير الحمد لله النهاردة ومبارح، يعني بعنا حوالي 120 عجل وحوالي 250 خروف، 33 الضاني، الجديان 32، العجول 29، البقري 26، العجل الجمسي 27. بنجهز حاجتنا قبل العيد بشهر وبنبدأ نشتغل بيها نستعمل بيها لحد يوم العيد. إقبال السنة دي الحمد لله أحسن من السنة اللي فاتت واللي قبليها. أوزان العجول بتبقى قد إيه وأوزان الخرفان؟ معاك من 350 ل 700 عندي، ومعاك من الخرفان عندي من 60 لحد 120 130. هو بيسلمها أمانة في رقبتي وأنا بطلع له حاجة بمهر الله. حصل حاجة تطلع ربنا لا طلع لي لا لي ولا لي. في حاجات شرعية بيبقى معروفة، لازم في الأضحية لازم يكون لي قرونه، لازم يكون ذكر، لازم يكون سنه صغير أو كبش، بيبقى معروف في حاجات معينة بتتعرف في الضاني في العجل، الكلام ده كله ما فيهوش أي عيوب عشان أضحية. أهم حاجة الميزان بيبقى مظبوط، إن واحد ممكن يديك سعر قليل بس الميزان بتاعه مش مظبوط. ينفع العيد يعدي من غير ما نذبح او نحس الاحساس بتاع الاضحيه ده؟ ما هو الذبيح ده حضرتك زيه زي الحج لمن استطاع. انا النهارده مش قادر اذبح، يبقى ايه اللي هيخليني اذبح؟ عندنا احنا العيد من غير ذبيح مفيش عيد. ينفع عيد من غير ذبيح؟ لا لا والله، بيبقى هي اساسا ليها زهوه تانية، اساسا ليها زهوه ولها طعم تاني غير اللي هو مثلا ممكن لو ما ذبحتيش اساسا بيبقى تحس، لان هي اساسا بتتجمع العيله والحبايب والصحاب واحنا بتذبحي كده، فهو ده العيد بتاعنا ساعه الذبيح. احنا عندنا هنا في مصر ده بيدي ده وكله بينبسط وكله بيعمل اكتر، يعني الناس الغلابه ممكن يكونوا بيحسوا بالعيد اكتر من الناس المستريحه شويه. يعني هو الفقير كده كده، هو ربنا ما بينساش حد، الفقير ما شاء الله بيلم لحمه ما شاء الله كتير قوي، انما الغني هو بيجيب عشان يفرق للناس دي، هو عيده ان هو يفرق للناس الغلابه. الاضحيه من الشعائر اللي ما بتغيبش عن وجدان كل المسلمين في العالم، وخاصه هنا في مصر مهما ارتفعت اسعارها، سواء كان غني او فقير كله بيعمل حساب عيد الاضحى. سهى رضا، برنامج مساء الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى مبارك، كلها كام يوم ويبدأ سن السكاكين، وكل واحد اللي عايز يذبح أضحيته بيدور على الجزار اللي هو معاشره بقاله سنين عشان يذبح له الأضحية. بس السؤال، هل أي جزار ينفع يذبح لك الأضحية؟ طب هل أي أضحية أنت بتشتريها وبتشيلها كده أضحية سليمة، ولا تاجر معاك من الخروف مأكله شوية ملح ولا أي حاجة تزود وزنه؟ تفاصيل كتيرة عايز أعرفها من ضيفي في هذه الفقرة المهمة قبل بدء موسم ذبح الاضاحي. كل سنه وانتم طيبين، بيشرفني فيها المعلم رضا مكاوي الجزار الكبير، اهلا بيك. اهلا يا باشا. عايز اعرف من حضرتك الاول الطريقه اللي انا بختار بيها الاضحيه، يعني اروح كده السوق اجيب اي خروف وامشي ولا اعمل ايه؟ لا طبعا. ايه المواصفات؟ يعني اهتم بايه؟ اشوف ايه في الخروف؟ يعني اول حاجه بتنقي ظهر الخروف، ويكون مثلا في خروف ليته كبيره وفي خروف ليته صغيره. اخد انهو ابو ليه صغيره عشان يبقى فيه لحم، يبقى فيه لحم كتير. انما اما يكون الخروف ليته صغيره يبقى ظهره مليان. نعم. انما لا مؤاخذه معلش، الخروف التقيل اللي ابو ليه كبيره دوت بيبقى اكتريته السمنيه بتاعته بتنزل في ليته. نعم نعم، ما بيصفيش لحمه. انما الخروف اللي ليته صغيره وظهره مليان دوت يبقى حلو وبيصفي لحمه ان شاء الله. طيب اعرف ازاي ان التاجر مش مأكل الخروف ملح مجروش كده يشرب ميه فيوزن معايا؟ لا 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 لا، مفيش ملح ولا حاجه، لان دوت مال يعني لازم انا عايزين عليه. هو حكايه ان لا لا، انت بتتكلم هنا على ان عنده ضمير، ما في ناس ما عندهاش ضمير. لا ما انا عارف حضرتك، بس التبن الفول دوت طبيعي بيخلي الخروف يشرب ميه من غير ملح ومن غير اي حاجه. في تبن فول بيدرس وبيبقى مخصص للغنم دوت، الغنم بتشرب منه يعني بياكل منه العلفه، لازم يشرب ميه ويملى كرشه ميه. طب اعرف ازاي ان انا وانا وهو بيوزنهولي مش شارب ميه كتير مثلا؟ من بطنه باين. من بطنه. اجي اقول له ارجع لك بعد ساعتين كده يكون فضل الميه. طيب الحصه بتاعت الساعه 2 الظهر او الساعه 3 الظهر ديت
ولا الخروف ما ياكلش ولا يشرب فيها. طيب اعرف ازاي ان الخروف ده واكل الاكل الفول الحاجات دي والشعير مش واكل لي زباله او قمامه؟ يعني بيبان من ريحه الخروف الزباله، بيبان من ريحته. ريحته بتبقى منفره؟ ريحته وحشه. ريحته وحشه يعني لما تيجي جنب منه حضرتك تتلاقي ليه ريحه. نعم، في الجلد بتاعه نفسه ليه ريحه. انما الخروف البلدي معروف مالوش ريحه ولا ليه حاجه. طيب اي جزار يقدر يذبح الخروف يعني الاضحيه، ولا مش مساله صعبه او ليها صنعه ومعلمه؟ لا، هو اصل يعني لو عشان تجيب جزارين عشان تذبح الاضحيه دي كلها مش عالكف، كل اسره عايزه جزار. طبعا دي مهنه بقى، في ناس بتستناها من السنه للسنه مش من مهنتها، ولا تعرف حاجه عن الجزاره ولا حاجه. بيجيب عده ويطلع يذبح واهم حاجه سلخ وقطع ومش مشكله العادي. مش مشكله، بس بهدله في بتاع الناس يعني، ولا يبقى ليه نفس ولا ليه حاجه وبيبهدل الحاجه. طيب في مثلا موقف حصل معاك جيت تذبح خروف او عجل جري منك؟ كتير كتير. بيبقى حاسس؟ بس مش خروف، لا عجل مثلا. عجل. انا قصدي بيبقى حاسس؟ لا هو بيشم لا مؤاخذه معلش يعني. السنة اللي فاتت ديت عندنا في القليوبية طبعا، وكان راجل دكتور وجايب جمل وعجل. نعم، فذبحوا الجمل قدام العجل، العجل شم الزفارة. ف ريحة الدم، ريحة الدم العجل هاك دخل على الشقة كسرها، دخل على الشقة. كسر الشقة واللي فيها، و طلع الدكتور طلع الطبنجة ضرب العجل، قام ضرب اخوه. يا حول الله يا رب، كده اخوه هو اللي راح بديل الاضحية. يا حول الله يا رب. كان اول. طب اذا القاعدة ان انا ما اذبحش يعني عجلين قدام بعض، او يعني اداري ولا ايه؟ ولا كده كده ريحة الدم هتبان؟ لا، ما ريحة الدم هتبان طبيعي يعني، بس يعني ايه، اصل دي اهم حاجة يعني الجزار بتبقى مهنته. يعني لا مؤاخذة معلش، ما يكون جزار وعنده خبرة طبعا لو مهما يشم ريحة الدم بيمسك العجل حلو ويتأيد مظبوط خلاص عادي، انما طالما واحد مش شغلته يعني مثلا واحد بتاع فراخ رايح يذبح عجل، هو يعرف العجل دوت يذبح ازاي او يعمل ازاي؟ بتاع الفراخ طبعا مش هيعرف يذبح عجل. فدوت برضه من ضمن يعني من ضمن الناس اللي بتطلع لا مؤاخذه معلش يعني، ما هو اصل كميه العجول كله عايز ساعه صلاه العيد. طب هو هيكفي جزار يعني؟ هيجيبوا جزارين؟ ما عندناش جزارين يكفي كل ده. لا طبعا، رغم ان يعني الاسلام بيقول لك اذبح الثلاث ايام. يعني مش شرط ساعه، بس هو في عقيده يعني الناس كلها عايزه اول يوم ساعه بعد صلاه العيد. انما لا مؤاخذه معلش، طب واللي عنده يعني واحد مثلا جزار عنده 50 زبون عايزين يذبحوا 50 عجل، هيجيب 50 جزار؟ طب قول لي انت بتعمل ايه في يوم زي ده بقى يا حاج رضا؟ يعني انت مثلا المفروض بتذبح لك في اول يوم العيد كم راس؟ يعني اللهم مش هنور عليك، ربنا يزيد ويبارك. يعني 25 30 عجل بالغنم بتاع. العجل ياخد منك وقت قد ايه؟ يعني ساعة ونص. ساعة ونص. طب عايز اقول ان انت كده بيبقى معاك مساعدين يعني؟ ايوه، بنبقى صبيان 10 15 نفر معايا في المحل شغالين. يعني انت بتذبح في المحل ما بتروحش البيت؟ لا ما عنديش، ما روحش البيوت. انا عندي ناس بتيجي تعلم عندي لمؤاخذة المواشي، وبتيجي اللي بيجي اول يوم واللي بيجي تاني يوم وكده. طيب عايز اقول ايه يعني لما بتيجي تذبح عجل، ما هسميها كده حسب تعي، يعني الاجراءات بتبدا تعمل ايه؟ يعني العجل جالك اهو في المحل. بايده من رجليه من قدام. نعم، دي اول حاجه. اول حاجه، وبعد كده لا مؤاخذه معلش بيتايد من رجليه اللي ورا كمان، ويتقلب، واحد بيشد الديل وواحد بيشد الخايه. وبعد كده بربطه قرمه. تربطه قرمه؟ قرمه في القرمه دي ولا؟ لا، من رجليه الاربعه يعني. ما كده اتربط من رجليه الاربعه. تنيمه على جنبه. تنيمه، وبعد كده بقى بيتذبح، يبقى امره سهل. ما يقدرش يعمل حاجه معايا. السكاكين بقى، هل اي سكينه اي سطور ولا ايه مواصفات؟ لا يعني السكينه اللي بتذبح بيها أو يعني كده. السكينه زي دي كده. لازم اللي يكون بتذبح الذبيحه كده لازم يكون ليها ثلاث مسامير. ثلاث مسامير. الشرع.
انما سكينه عاديه زي دي كده اذبح بيها يبقى انا اللي شايل الذنب بتاعها. انت بتبقى حريص وانت بتذبح طبعا انك ما تقلموه، يعني يعني هي شكه واحده، هي شكه واحده. لازم تكون السكينه مظبوطه كده وسنينها وشكه واحده عشان سكينه ليها ثلاث مسامير. دي معروفه عند الجزارين. زي كده. يعني زي دي كده بيبقى ليها ثلاث مسامير عشان يبقى الذبحه حلال. علشان لا تؤلم الذبيحه اثناء ذبحها يعني. تبقى الذبيحه حلال يعني كده. تقطيعها وانهاء دي بياخد منك ساعه ونص ان شاء الله. المصريين اكثر اقبالا على ذبح ايه؟ الجج، الخروف، العجل، الجمل. ايه اكتر حاجه بيذبحوها؟ اكتر حاجه بتتذبح دلوقتي العجول. العجول. سبعه يخشوا يعني اربعه بيخشوا شرك في عجل. خمسه بيخشوا في ذبيحه كده لا مؤاخذه معلش. ليه؟ اصل الخروف يعني الخروف دلوقتي مثلا ايه اقل حاجه يعني اقل حاجه عشان يروح يجيب خروف ب 2000 جنيه هيطلع يجي يفرق منه مش هيفرق منه حاجه فيقول لك اشترك في عجل. يجي مثلا ابو 2000 جنيه دوت مثلا يجي لو هو ما عندوش خبره ممكن تلاقيه بعد ما يذبحه يجي 25 كيلو لحم. نعم. يطلع اللية بتاعته ويبقى ما فيش حاجه منه. فبيقول لك انا بدفع ال 2000 او ال 2000 ونص وبشترك في ربع من الذبيحه. طب اعرف ازاي معلم رضا ان الجزار اللي جاي لي ده محترف؟ اشوف السكينه الاول فيها ثلاث مسامير ولا لا؟ من شغله. ازاي بقى؟ وهو بيشتغل يعني لا مؤاخذه من اول ما يذبح من اول ما يخش على الذبيحه ويمسكها. دخلته دي. قول لنا عشان نعرف ان انا ما اقعش في جزار هاوي طلع عيني يعني. واطلع الطبنجه. لا حضرتك طبعا يعني لا مؤاخذه معلش لو هو ابن المهنه بيمسك العجل ماسكه كويسه. وواحد بيخش يقيد العجل من رجليه. نعم. ويقلب العجل في قلبته وبعد كده بقى في السليخه بتاعته. بيبان الجزار المحترف في السلخ. في السلخ بتاعه. لا مؤاخذه معلش وهو بيعري البطن كده طبعا لازما يعني لو جزار 100 وصنايعي ما يطلعش لحمه في الجلد. ما يطلعش لحمه في الجلد. في الجلد ولا يقطعش الجلد. طيب ادينا برضو في ملايين المشاهدين بيشوفوا حضرتك دلوقتي تسعيره دلوقتي عشان ما حدش يضحك علينا. ادفع كام للي هيذبح لي الخروف؟ متوسط كده يعني تقريبي. يعني اقل حاجه 50 جنيه. لحد كام مثلا؟ لغايه 100. لحد 100. ده الخروف. العجل 500 جنيه والجلد. 500 جنيه والجلد. لا الجلد لا ماشي لو هو هيودي الجلد لو هيودي ما هو في ناس بتاخد الجلد تبقى تدفع حق الجلد يبقى 800 بس هو يعني الشرع بيحرم ماشي. ان انا وانا بضحي ان انا ادي للجزار اضحيه انا بدي له فلوس ما بس ما انت بتدي له فلوس ما انا لا مؤاخذه معلش في زباين عندي بتيجي تذبح وبتسيب الجلد. نعم. انا باخد 500 جنيه منه واخد الجلد. انت الجلد بتبيعه بقى؟ ببيعه. بتبيعه بكام؟ ب 400 جنيه بس نزل دلوقتي. نزل دلوقتي. لكن من غير الجلد ادفع 800 لو انا عايز الجلد 800. اقول له 800. اقول المعلم رضا مكاوي الف مساء الخير هي 800 جنيه اف. أيوة. طيب الجمل. الجمل هيبقى اغلى لان الجلد بتاعه ارخص جلد. بنعدي ايه؟ لا انا خلينا نتكلم على الفلوس بس سيبك من الجلد. يعني ممكن اللي يروح يذبح جمل بياخد منه يعني ممكن ياخد 1000 جنيه. 1000 جنيه. لان الجلد بتاعه ب 30 جنيه ب 40 جنيه ملوش لازم. ذبح الجمل اسهل ولا العجل؟ لا العجل. اسهل. ليه ايه الصعوبه في الجمل بقى عشان كبير الجمل على فتحاته. يعني لما مؤاخذه معلش عشان الصلمه. عشان القرص المدور دوت وهو بيجي يسلخ. انما لما مؤاخذه العجل مستطيل حته واحده. نعم. يعني الجمل ده ذبحه اصعب من العجل. هو في الذبيح على الواقف اسهل من العجل. انما في سليخته وتشفيته انت تذبح الجمل وهو واقف؟ بتربط رجله؟ لا ولا حاجه. طب ازاي بتمسكه ازاي؟ يعني ما هو واحد مثلا ماسك يعني السلبه. وهو ماشي. على طول شكه واحده من تحت رقبته على طول. وبعدين؟
خلاص يسيبه ما يصفي دمه وبعد كده يعلق رجله ويصرخ. يسيبه في المحل؟ لا، هو ماشي في المذبح. في المذبح آه. يعني الجمل ما بيتذبحش الا وهو ماشي. وهو ماشي كده عادي كده بتاخدوه على اخوانه لكن ما بيتكتفش ويقعد وتذبحوه كده. الجمال العرب لما مؤاخذه ما يكون جمل متعود، اصل اكتريه الجمال صومالي. نعم، يعني اكتريه الجمال صومالي وسوداني مش متعودين ان هم يبركوا. انما الجمل البلدي اللي متعود اللي هو اللي بيحمل الحطب وبيحمل دوت بيبرك. الجمل اللي العرب بتعلمه يعني في جمال بتاعه العرب العرب بتعلم الجمال ازاي تقعد والكلام ده كله. انت مهمتك برضو مش تذبح لي وتسلخ لي بس، تقطع لي برضو وتكيس وكده يعني الجزار بس عشان واحنا بنحاسب برضو نبقى عارفين. هو بيشفي لك وبيقطع لك، يعني مش كل الجزار اللي هيكيس لك ويقطع. هو عليه ان يشفي العجل ويذبحه ويعمل لك كل حاجه، يعني لا مؤاخذه معلش يكسر راسه ويغسل لك البصرين والكرشه والحاجات دي كلها. دي من مستحقاته. في ممكن الزبون يتخانق مع الجزار على ايه؟ ضحك عليه في الوزن حاجات بتاع كده؟ لا يعني لا مؤاخذه معلش في ناس سحب راس اداله راس كده من عنده كده. لا مؤاخذه معلش في ناس جزارين بتيجي تذبح مثلا ويقوم تقوم يسقط العجل ولا تقول له كوارع ولا راس كسر راس ولا اغسل مصابين ولا الحاجات دي. امال يقول لك هو عليه ينزل الكرش ويسيبه. طبعا السقط دوت لا مؤاخذه معلش ب 700 800 جنيه. لو فضل فيه الجله ديت لمده ساعه بتضرب. ده لازم كله ورا بعضه. يعني يسيب، يعني المفروض يسيب لمؤاخذه الذبيحه متعلقه لمده نص ساعه اقل حاجه عقبال ما يغسل الحاجات دي. نعم. ليه؟ من اول حاجه المفروض يعني اللحمه بتشمع. نعم. عشان حته اللحمه ما تسودش. نعم. ومن ناحيه ثانيه لمؤاخذه معلش عقبال ما اللحمه تشمع يكون هو غسل الحاجات دي. انما في حكايه عيد لما مؤاخذه معلش يعني على كروته وقلبه وامه ويضرب المخاع، يعني في حاجات كتير المفروض اقل حاجه ممكن يضحك عليه لازم يكون مصحصح. طب اخر سؤال حاج الرضا، القرمه دي انت بتعمل بيها ايه؟ بقطع عليها اللحمه طبعا. اي حته خشبه ينفع ولا ليها مواصفات؟ لا مش اي حته خشبه، يعني في قرم صمت خشب صمت عشان ما يطلعش نشاره في اللحم. نعم، لازم تكون قرمة صنط. هي دي تمنها كام جديدة بنشتريها؟ ديت مثلا يعني في حدود 300 جنيه. احنا جايبينها دي صغيرة عشان اللي بيخرج بره. تبقى سهلة في الشيل. انما في قرم كبيرة. انما في قرم ب1000 وب2000 جنيه. اللي هي بتفضل في المحل مرة واحدة. وطبعا كل ما بتقدم بتبقى افضل. ما عشان الخشب بينشف. يعني كل ما الخشب لا مؤاخذة معلش انا لما اكون عندي، يعني انا عندي قرمة مثلا 400 كيلو 300 كيلو. نعم. دي في المحل ما بتتحركش. قول لي سابق جزار بياخد كام النهارده؟ في الاسبوع ولا باليوم؟ والله حسب، يعني حسب المنطقه اللي بيبقى شغال فيها. متوسط كده يعني. اقل حاجه 50 جنيه. في اليوم؟ ممكن يوصل ل 100 و200 سابق جزار؟ اللي واقف في المحل كده من الصبح. يعني كل حاجه، في صنايعي لا مؤاخذه صنايعي بيشتغل شغل بلدي. نعم. وفي صنايعي لا مؤاخذه بتاع توضيب افرنجي. التوضيب الافرنجي دوت طبعا بيبقى يعني عالي شويه. لان بينقل اللحمه والكلام دوت وكده يعني. صنايعي يعني متعلم صح. معلم رضا مكاوي انا بشكر حضرتك على المعلومات الكتيره اللي انت قلتها لنا النهارده، احنا اول مره نعرف ان الجمل بياخدوه اخوانا رجاله، خلوا بالكم. وجبت لكم الاسعار اهي عشان ما عادش يقول خير ما قللاش حاجه. كل سنه وانت طيب. عيد سعيد عليك. الله انت واهل بيتك واسرتك. الله يصلح حالك. هنطلع فاصل قصير ونخرج من اللحمه نروح لايه؟ لاستاذ الدكتور حازم ياسين استاذ طب العيون وضيفي الدائم في فقره العيون. نطلع فاصل. طلعنا من الجزارة والأضحية وخلينا نهتم بصحتنا وبعيوننا.
ونرحب بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور حازم ياسين استاذ طب وجراحه العيون. اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. وعليك بالصحه والسلامه. وعيد سعيد عليك انت والاسره يا رب. على مصر كلها. خليني ابدا مع حضرتك من الاستجماتيزم، يعني عايز اعرف تعريف لي مختصر كده، ولما الواحد بيصاب بالاستجماتيزم بيحس بايه؟ بص حضرتك، هو هي كلمة مركبة من ثلاث أجزاء. باللاتيني يعني نو أو لا، ستيجما باللاتيني يعني نقطة، إزم يعني حالة. نعم. فاستجماتيزم معناها حالة لا نقطية. يعني إيه حالة لا نقطية؟ بمنتهى البساطة كده، لو الكاميرا معانا يا شباب. نعم. الصورة بتتكون في نقطة على الشبكية. نعم. اللي عنده استجماتيزم الصورة مش هتتكون في نقطة، هتتكون في كذا نقطة. نعم. ومعنى كده انه الشخص اللي عنده استجماتيزم ممكن يبقى شايف الصورة وليها خيال جنبيها، زي ما تكون مثلا صورة مثلا تلفزيون بس الاريال بتاعه مش مظبوط. نعم. فكل حاجة ليها خيال جنبيها. طب ده بيحدث ليه؟ أسبابه إيه؟ نمرة واحد انه يبقى تحدب القرنية مش متساوي في جميع الاتجاهات. فتبقى القرنية بيضاوية شوية مش متساوية التحدب او التكور في جميع الاتجاهات، فبالتالي لما الصورة تقع على القرنية كل حتة من هذا التحدب لانها مش متساوية تدي صورة، يعني مش كل الصورة تتجمع في نقطة واحدة، في كذا نقطة جنب بعض. في بعض الاحيان المريض يبتدي يشتكي من صداع كتير قوي وانه ما بيشوفش بوضوح الحاجة. طبعا من ضمن الاسباب المرضية والاشهر حدوثا هي القرنية المخروطية. القرنية المخروطية لو واحد عنده استجماتيزم ده عمال يتزايد بمعدل سريع ويروح كل شوية وتاني يغير مقاس نظارة، لازم نشك في وجود قرنية مخروطية. اذا الاستجماتيزم دوت معتدل ومستقر خلاص، يبقى علاجه حاجة من اتنين، يا نظارة يا عدسة لاصقة، او ان احنا نعمل عمليات الفيمتو سكند ليسك او الليسك اللي هي عمليات تصحيح الابصار واصلاح النظر بالليزر. لما نعمل ده المريض يستغنى عن النظارة، وبالتالي ما يبقاش عنده كل المجهود اللي بيبذله علشان يقدر يعوض حالة الاستجماتيزم، لان هو طول الوقت بيحاول يخلي الصور ملمومة في صورة واحدة او في نقطة واحدة. طب الاستجماتيزم ده ليه علاقة بالحول؟ اذا كان في عين فيها استجماتيزم جامد قوي والعين التانية عادية، فاذا العين اللي فيها استجماتيزم جامد دي هيبقى المخ مش بيحب يتعامل معها، عايز يتجاهلها لانها بتعمل له تشويش في الصورة اللي جاية من العين الاخرى. فتبتدي العين دي تصاب بالحول او الانحراف الخارجي او الداخلي. عايز اقول لحضرتك في عادة عندنا كمصريين للأسف، اي واحد عنده كده التهابات عيون اي يروح معدي على الجزخانة وصف لنفسه كده قطرة. ينفع اصرف لنفسي قطره كده ولا لازم اروح لطبيب عيون؟ ما هو اصل حضرتك التشخيص معتمد على ايه؟ التشخيص معتمد على ثلاث اجزاء رئيسيه. نعم. الخطوه الاولانيه ان انا اسمع شكوه المريض. شكوه المريض دي بتقول لي المريض وهو بيشتكي من هذه الاعراض هيكون عنده مرض من كذا احتمال. نعم. فاقوم اكشف عليه بقى، ده الجزء الاخر او الجزء الثاني من خطوات التشخيص. لما اقوم اكشف عليه والشكوى اللي سمعتها دي بتتبلور او تتمركز في مرض او يمكن اتنين، لما يحتار معايا بقى التشخيص اللي انا عملته بالكشف اقوم الجأ للاشعه والتحاليل. تخيل بقى ان حضرتك بتشيل الجزئين الاخرين من خطوات التشخيص وبتعتمد على الشكوى بس. طب بالنسبه للعيون، هو العين لما هتتوجع ايا كانت الامراض المختلفه، احنا بنتكلم في امراض كتيره جدا للعيون، هيحصل ايه في العين؟ هتحمر وهتدمع وهتبقى مش شايفه كويس. دي الحاجات اللي بتحصل في العين. بس في وسط بقى كام مرض ومرض انت ممكن توصف بمنتهى البساطه، او مش يعني مش ممكن، انت بنسبه كبيره جدا هتوصف علاج غلط. لا انا بتكلم على المواطن اللي بقى عادي كده يعدي. انا بحاول اوصف بقى انه الصيدلي اللي بياخد هذه الجرأة في انه يعتمد على شكوى المريض فقط هو في الاغلب هيوصف في علاج غلط. يعني لا يجوز مطلقا ما بال حضرتك بقى المريض اللي هو
رايح للصيدلي ومش عايز يوقع الكشف الطبي على نفسه ومش عايز يعتمد على الفحوصات، في الاغلب هيتوصف له علاج غلط. احنا عارف حضرتك المشكله دي جت منين؟ لانه في قطره شهيره جدا جدا، انا اعتقد انه الشركه اللي كانت بتنتج القطره دي ما كانوش بيعينوا مندوب مبيعات. لا ده ما عندوش مندوب مبيعات، لان الشعب المصري كان هو شغال مندوب المبيعات بتاعه القطره دي، عارفين بيوصفها لكل الناس من يعني بيتهيالي انها موجوده من ايام الفراعنه مثلا ولا حاجه، فالناس بقت توصفها لبعض، وبالتالي بقى عندنا ثقافة اولا ان احنا مفيش حد بيؤمن قوي بالتخصص، فانا لو كتبت لحضرتك قطرة وحضرتك استريحت عليها قد توصفها لمعارفك قرايبك. طب افرض بقى ان القطرة ديت فيها كورتيزون مثلا على سبيل المثال ونفعت لحالة حضرتك بس ما تنفعش لحالة اخرى، اصبحت انا بقى اعاني من الاثار الجانبيه بتاعه القطره دي كارتفاع في ضغط الدم، يقوم يجي لي ميه زرقاء اللي هي الجلوكوما اللي حضرتك كنت بتناقشني فيها قبل التصوير، او يجي لي ميه بيضاء، او يكون عندي قرحه في القرنيه فالقرحه اللي في القرنيه دي تؤدي الى حدوث سحابه، مليون مشكله ومشكله لو استخدمنا العلاج الغلط. يا اخوانا فورا عينينا تعبانه نروح لطبيب العيون، انسى الصيدلي، الصيدلي ليس له علاقه بتشخيص المرض. يعني الصيدلي ملوش علاقه، انت بتدي له روشته بيدي لك الدواء. اخد استاذ اشرف من القاهره، اتفضل. طب خيري من الجيزه الاول، معلش اتفضل استاذ خيري. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، معلش حضرتك استنيك كتير، اتفضل. الله يخليك، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. طيب. كل سنه وانت طيب. سلام للدكتور حازم، دكتور عالمي الانصراف على مستوى العالم. الله يخلي حضرتك. تالي الدكتور زرع القرنيه على مستوى العالم. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ. يكرمك يا دكتور، معلش هو سؤال بسيط بعد اذنك. اتمنى يكون الجواب عند حضرتك باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا كان بالنسبه لي كنت عملت عمليه انفصال شبكي سنه 95. تمام. وبعديها جالي نزيف، وبعديها عملت انفصال شبكي مرتد. الكلام ده كله في 95. تمام. السنه اللي فاتت عملت ميه بيضاء وزرع عدس. تمام. السنه دي عملت ثلاث عمليات حقن لوسنت. تمام. حصل زي ارتشاح دموي. الشبكية. هو كان في قصر نظر عالي اصلا يا استاذ. طبعا ده من الوراثه. تمام. السؤال اللي انا بسال عليه دلوقتي بقى، يقال ان في علاج جديد للشبكيه بالخلايا الجذعيه على مستوى العالم، ولسه بس مش منتشر تقريبا في امريكا وكوريا واليابان. استاذ اشرف كويس ان حضرتك اثرت هذا الموضوع. يا ريت يا حضرتك يعني كويس جدا ان حضرتك اثرت هذا او خارج مصر وتكلفته. حضرتك كويس جدا ان حضرتك اثرت هذا الموضوع، لانه الى يومنا هذا بيتم في بعض الاحيان ذكر كلمه الخلايا الجذعيه دي، وبالذات للمرضى اللي هم فاقدي الامل في الابصار يا استاذ محمد. ايوه. فيقول له ايه ده احنا عندنا امل جديد زرع خلايا جذعيه. الى يومنا هذا لم تظهر اي نتائج. احنا لسه في يعني العلماء في مرحله التجارب، واي اكتشاف علمي بيمر بمراحل معينه، مرحله فئران التجارب، وبعدين لما نعدي فتره تصل الى 5 سنين ويبقى في نتائج مؤكده نبتدي يبقى في مرضى متطوعين لمرحله اخرى برضو 5 سنين، بعديها نبتدي نشوف اذا كان في نسبه مضاعفات، نسبه نجاح، فرص شفاء، ثم بعديها يقر استخدام هذا العلاج. لما بيجي بقى خبر صحفي صغير ويكتب امل جديد لمرضى العيون زرع الخلايا الجذعيه، ده متداول اعلاميا دلوقتي هذا الموضوع، الناس تبتدي تجري بمنتهى السرعه على عيادات العيون، ويعين يكون عنده مثلا ضمور في العصب البصري او تحلل في مركز الابصار. يا جماعه نرجوكم الاعلام، نرجو الاعلام لو سمحتم، المرضى غلابه بيسافروا من حته لحته وراء امل، وهذا الامل لسه في مرحله التجارب. ما بقولش ان احنا بنصدر على العلم، يمكن يجي في يوم من الايام ويبقى فعلا في زرع خلايا جذعيه. الى يومنا هذا الخلايا الجذعيه عندما تزرع في العين تنفع لبعض حالات القرنيه اللي هي بتكون معرضه للمواد الكاويه، يعني حصل انه في ماده كيميائيه، حرق كيميائي مثلا بكلور او بميه نار، قد تكون تديش امل ضئيل جدا. بالنسبة لحالة حضرتك يا أستاذ أشرف، لما بيحصل الحقن بمادة اللوسنتس هي بتجفف فعلا الشبكة الدموية اللي تحت مركز الإبصار، لكن غالبا بيكون في تليف تحت مركز الإبصار،
ولذلك ده ما بيبقاش حله الخلايا الجذعيه الى يومنا هذا. فنرجو حله ايه بقى؟ ننصح استاذ اشرف إذا, إيه؟ اذا احنا بنعتمد اذا كان حصل تليف في مركز الابصار في بعض الناس ممكن ما يحصلش تليف يكون حصل شفاء كامل او يكون محتاج ان هو يعيد الحقن كل شويه وتاني عشان الشبكه الدمويه دي ما تظهرش. لكن ارجوك يا استاذ اشرف ما تمشيش وراء الامل الكاذب او الامل الواهي، بلاش الكاذب خلينا نقول ان هو الواهي بتاع زرع الخلايا الجذعيه، لانه الى يومنا هذا ما هواش علاج مقر ولا اي حاجه، ويوم ما يبقى مقر هيبقى موجود في كل حته مش في بلد معينه، ولا نمشي وراء انه فلان الفلاني دوت سمعنا ان هو بيعمل، لا لغايه دلوقتي ما فيش مرضى بيتعمل عليهم الكلام. يبقى بالتالي ما فيش اي حاجه تتعلق بالخلايا الجذعيه. استاذ اشرف من القاهره معايا، وبعدين استاذ اسلام من المنوفيه، اتفضل. ازي حضرتك؟ انا محمد. اهلا بحضرتك. استاذ رضا انا معايا مين دلوقتي؟ محمد. ايوه اتفضل اتفضل يا استاذ اشرف. كل سنه وانت حضرتك طيب. وانت طيب. سؤالك حضرتك. انا عندي جلوكوما. تمام. يا دكتور حازم انا عندي جلوكوما وعندي سكر. جلوكوما وسكر. والعصب البصري عندي في الناحيتين اتقفل شويه. فمش عارف اعمل عمليه ولا اكمل عمليه. طيب دلوقتي ممكن اسال حضرتك السكر بقاله كام سنه؟ بقاله اكتر من 10 سنين. وهل يا ترى السكر منتظم ولا مش منتظم؟ يعني مش بالدرجه اللي مطلوبه. طيب خلينا نقول الاتي، لما ابتدينا نعاني من وجود الميه الزرقاء او الجلوكوما، ضغط العين تم اكتشاف كان عالي قد ايه؟ كان بيوصل ل 24 و25. كان بيوصل ل 24 و25. لما حضرتك ابتديت تستخدم القطره المخفضه لضغط العين نزل لقد ايه؟ ينزل ل 14 و15. حلو جدا. ساعات بيرتفع. حلو جدا. خليك بقى حضرتك مركز معايا. اولا في نوع من انواع الارتباط ما بين وجود مرض السكر وما بين حدوث المياه الزرقاء، مش ارتباط سببي، ارتباط انه اكتشف ان بعض الناس اللي عندهم مياه زرقاء ويكون عندهم سكر ان الارتباط دوت موجود، الاثنين موجودين مع بعض. لابد حضرتك تحافظ على سكرك تحت ال 200 باي طريقه وباستمرار، وده هيجي عن طريق ممارسه الرياضه، وارجوك حط مليون خط تحت ممارسه الرياضه، يجي عن طريق انتظام الوجبات الغذائيه بكميات صغيره لكن اعداد وجبات كتير عشان يقدر الجسم يحرق من غير ما يتكون او يتراكم السكر جوه العين. الحاجه الثانيه انه المياه الزرقاء معناها انه ضغط العين بيؤثر على العصب البصري، اذا الالتزام بالعلاج مع المتابعه الدوريه، يعني لازم حضرتك تعمل مجال ابصار واشعه مقطعيه على راس العصب البصري اللي هي اسمها او سي تي. انا بكرر على حضرتك عشان تعرف متابعه حالتك تبقى ازاي. لازم تعمل ده كل 6 اشهر طول ما وظائف العصب البصري والاو سي تي اللي هو بيقيس سمك الالياف المكونه للعصب البصري ثابت انت في امان. اذا الاثنين اللي موجودين عند حضرتك سواء كان المياه الزرقاء او السكر هما محتاجين نوع من انواع الالتزام الشديد في العلاج، انك ما ينفعش تفوت وقت قطره، ما ينفعش سكرك يعلى، لازم تعمل فحوصاتك بصفه مستمره، يعني مجال الابصار بتاعك لازم تحافظ عليه وتحتفظ بكل مجالات الابصار القديمه والحديثه، ثم حضرتك بقى تبعت مجالات الابصار دي او يعني حضرتك تجيب مجالات الابصار دي الطبيب بتاعك يشوفها لك. طول ما الفحوصات ثابته انت في امان. اذا الفحوصات ما كانتش ثابته او العصب البصري متاثر نتيجه لانه الضغط بتاع العين بيعلى ويوطى، يبقى الحل البديل هو العمليه الجراحيه. اسلام من المنوفيه. اسلام. ام عمر من الجيزه. ايوه اتفضلي حضرتك. عايز اكلم الدكتور حازم. معاك يا فندم. ايوه انا سامع حضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا عامله عمليه في عيني. ايوه العين اليمين، بس عاملاها من شهرين، زرع عدسه وكانت عليها ميه. تمام. بس بحس كده ان فيها زي ما يكون نور بينور وفي حاجه قدام عيني سودا رايحه جايه كده. هو كان في قصر نظر عالي قبل ما حضرتك تعملي العمليه؟ كنت بتلبسي نظاره سميكه؟ لا انا بلبس نظاره عادي. لا قبل ما تعملي قبل النظاره كنت بحس زي ما يكون فيها سحابه كده. طيب بصي يا حضرتك ميه. اللي حضرتك بتشتكي منه دوت بيبقى عباره عن شوائب. نعم. حضرتك سامعاني؟ ايوه. اللي حضرتك بتشتكي منه دوت بيبقى عباره عن شوائب موجوده في الجسم الزجاجي اللي قدام الشبكيه.
أيوة. التحرك بتاعها بيزيد وبيؤدي الى ان احنا نشوف الخلايا. انا لسه عاملاها قريب يعني ما كملتش لسه يمكن 3 شهور او يعني 3 شهور. نمره 1 نتجاهل تماما ان احنا ننظر في اتجاه الحاجات السوداء. ايوه. وفي نفس الوقت لو ابتدينا نشوف معاها زي فلاش كاميرا لازم نروح للطبيب بتاعنا عشان يطمن على انه اطراف الشبكيه سليمه. ايوه يعني انا دكتور تاني. غالبا دوت بيختفي بعد فتره من الوقت يا حاج ام عمر. ان شاء الله. ماجد من سوهاج. استاذ ماجد. استاذ ماجد. ايوه يا فندم. استاذ ماجد من سوهاج. اهلا اتفضل. اهلا سامعينك يا استاذ ماجد اتفضل. اهلا اهلا بحضرتك. انا كنت بنتي عندها 7 سنين. نعم اهلا سامعينك يا استاذ ماجد. كشفت عند دكتورين قالوا لي عندها ميه بيضاء خلقيه. تمام. فهل هي واحد قال لي تحتاج عمليه والثاني قال لي ممكن بالنضاره تجيب نتيجه. اسمعني كويس يا استاذ ماجد. انا مش عارف هل هعمل عمليه ولا امشي بالنضاره مؤقتا بالرغم ان احنا حطينا قطره وكشفنا بالنضاره شافت كويس من غير النضاره، بالنضاره ما شافتش كويس، قال لي عندها طول نظر وعندها ميه بيضاء صغيره على العين عامل زي حرف اليو كده. استاذ ماجد لما كنا بنلبس النضاره كانت بتشوف رؤيه ممكن ما يحتاجش عمليه. طب استسمعك استاذ ماجد اسمع بس دكتور حازم بيقول لك ايه. استاذ ماجد دلوقتي لما كنت بتعمل لما كانت بتلبس النضاره بعد ما عملت المقاس كانت بتشوف كويس ولا لا؟ يا استاذ ماجد خلاص فصل استاذ بس ماجد على قدر ما قال. اذا كنا بنشوف يعني طفل صغير عنده مياه بيضاء خلقيه احد الامراض اللي ممكن تظهر اثناء الولاده او بعد الولاده تبتدي تزيد شويه شويه بالتدريج. اذا وصلنا ان احنا نقدر نعمل مقاس نضاره ومقاس النضاره ده بيخلي الطفل يشوف كويس للبعيد وللقريب وكلمه القريب دي بحط تحتها كذا خط مفيش عمليه جراحيه لان احنا لما بنعمل عمليه المياه البيضاء بنفقد القدره على التكيف بتاع العدسه اللي بيخلي الواحد يشوف للبعيد وللقريب اللي هو الفوكس. نعم. اما اذا وصلنا لمرحله انه بالرغم من لبس النضاره ما بيحصلش تحسن في الابصار والطفل ما بيقدرش يشوف للبعيد كويس ولا للقريب كويس يبقى اذا لابد من عمليه ازاله المياه البيضاء مع زرع عدسه. الاساليب التقليديه كانت بتشيل الميه البيضاء وما تزرعش عدسه. مع التقدم الحديث والتقنيه الحديثه في ازاله المياه البيضاء بقينا بنشيل الميه البيضاء ونقدر نزرع عدسه ويفضل حتى ده بقى بالذات لو كانت المياه البيضاء الخلقيه موجوده في عين واحده. زرع عدسات متعدده البؤره داخل المحفظه الداخليه عشان نقدر نخلي الطفل يشوف للبعيد وللقريب كويس. انما المهم بقى ان وعي اولياء الامور مهم جدا 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 يمكن اهم من دور الجراح لانه لازم ياخد الطفل بتاعه ويروح بيه للطبيب بمعدل كل 3 اشهر كل شهرين عشان يغير مقاس النضاره لانه الطفل اتزرع له عدسه هذه العدسه كان حجم عينه فيها صغير وهو بينمو حجم العين بيكبر العدسه لسه اللي موجوده جوه العين مش بتكبر مع حجم العين اذا محتاج ان هو يعوض بمقاس نضاره من بره. نعم. يعني اذا المياه البيضاء وزرع العدسه لن تغني عن لبس النضاره هتقلل شويه الحجم بتاع لبس النضاره. الحاجه الثانيه انه العين دي بتكبر وموجود جواها العدسه اللي اتزرعت في وقت ما من الاوقات هي مش ماشيه مع العين الثانيه يمكن نحتاج بقى ان احنا نعمل عمليات اضافيه لو حصل في فرق ما بين مقاس النظر في العين دي والعين دي بقت فيها عين قصر نظر عالي قوي او طول نظر عالي قوي اذا لابد بعد كده من عمل عمليات مكمله عشان نحافظ على ان المخ بيشغل هذه العين. سعيد من القاهره. استاذ سعيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل. اكلم الدكتور بعد اذنك. معاك. انا ابني يا دكتور عنده 13 سنة وعنده الدكاترة شخصوا الحالة بتاعته ان هو عنده ضعف ابصار ضعف في الخلايا الصبغية. تمام. هو حضرتك مبيقدرش يشوف بالنهار كويس في الشمس. حضرتك ووالدته قرايب؟ لا احنا مش قرايب. تمام. هل هو لون بشرته فاتح يعني لون شعره فاتح لون عينيه فاتحة؟
هو لون بشرته فاتح ولون بشرة والدته فاتح جدا. تمام، يعني نقدر نقول ان شعره مدي على اللون الفاتح برضو؟ هو شعره بني لكن فاتح ولا مش فاتح يعني؟ لا مش فاتح، مش فاتح. هو شعره هل بني. بيقدر يواجه الشمس بصورة طبيعية ولا لا؟ لا ما بيقدرش يواجه الشمس خالص، لازم يلبس نظارة غامقة جدا. اوكي، اللي حضرتك بتشرحه دوت هو احنا بنسميه البينيزم، ومتعارف عليه عند عامة الشعب الالبينو، اللي هو بيبقى عنده عدد الخلايا الصبغية قليل، وبالتالي ما بيبقاش عنده قدرة لمواجهة الشمس. احسن حاجة حضرتك عاملها طبعا قصة ان احنا بنلبس نظارة شمس في عند التعرض لأشعة الشمس. بعض الفيتامينات قد تؤدي الى تحسن طفيف في حدة الابصار، اما ان احنا نوصل لتحسن كامل في حدة الابصار لا. كويس برضو ان حضرتك انتبهت لدوت، علشان في بعض الاحيان التمرينات ممكن تكون مهمة عشان ما يبقاش فيه رقرقة، والرقرقة هي الاهتزازات اللا ارادية اللي بتحصل في العين نتيجة لعدم وجود الخلايا الصبغية. محمد عنده رقرقة في العين، عنده رقرقة بسيطة. الاعتماد على الفيتامينات بيؤدي لشوية تحسن بسيط ان شاء الله في الموضوع. محمد من القاهرة. مروة. مروة من اسكندرية. استاذة مروة السلام عليكم. اتفضلي. سلام ورحمة الله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. معلش انا بس كنت عايزة اسأل الدكتور، انا من شهر ونص عيني تعبتني. بس يا ريت تعلي صوت حضرتك شوية. الدكتور وبعدين قال ان هي فيها كيس مهم من جوه. كويس، المفروض ان يكون وصف لحضرتك. وبعدين بعد شهر ونص اخدت قطرة مضادة حيوي وكبسولات. كويس، انا سامعك يا استاذه مروه، كملي كده. بس نتيجه يعني بعد شهر ونص لقيت عيني برضك لسه بتحرقني، وفي زي نقطه سوداء في عينيا من فوق او خط اسود كده صغير من فوق. دي حضرتك بتشوفيها يعني؟ قصدي بتتحرك قدام عينيكي، شايفاها بخيلاكي يعني؟ لا لا، دي من من فوق من فوق. طيب خلينا بس نفصل ما بين الشكوتين. الشكوى الاولانيه ان حضرتك كنت بتقولي ان جالك كيس دهني، والمفروض ان الطبيب بتاع حضرتك هيكون وصف لك قطرات. هذه القطرات بتشيل الالتهاب المصاحب للكيس الدهني. في بعض الاحيان هذا الكيس الدهني يختفي تماما، لكن في معظم الاحيان ممكن ما يختفيش ويحتاج الى تدخل جراحي لازالته. بس الكيس الدهني ده بيبقى عامل زي ما يكون حبايه حمصه صغيره، وممكن تحسيها بايدك لما تحطي ايدك على الجفن بتاعك تقومي تحسيها تحت ايدك. غالبا ده لو مضايقك او حصل فيه التهابات لابد من ازالته جراحيا. انما ملوش علاقه بالحرقان، لانه في الاغلب العين لما يبقى فيها حرقان بيبقى دوت نوع من انواع الاصابه بالحساسيه. الشكوى الاخرى هي النقطه السوداء، وهذه النقطه السوداء اللي بتتحرك هي نفس الشكوى اللي احنا ردينا فيها على، لو حضرتك كنت متابعه الحاله من الاول، اللي هي الحاجة ام عمر كانت بتتصل وبتقول انها عندها قصة النقطة السوداء دي اللي هي الذبابة الطائرة. ام كمال من القاهرة. ام كمال. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله، اتفضلي. ايوه انا من الدهلية يا فندم. من الدهلية، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا ليا طلب لو سمحت. اتفضلي. انا ليا رجاء توصلني السنة لرئيس السيسي. رجاء الى الرئيس السيسي. ايوه. بس يا ريت تعلي صوتك. انا والدتي عندها 83 سنة. والدة حضرتك عندها 83 سنة؟ ايوه، وسافرت الحج. وسافرت الحج؟ لوحدها. فكنت بتمنى ان هو يبعتني ليها، ان انا يعني اخلي بالي منها وراها يعني. هو ربما يكون الطلب متأخر، لكن انا الطلب انا كنت عايزة اروح له، بس هو سافر امريكا، فانا قلت ان ابعت يعني اتدخل في البرنامج على اساس ممكن تكون فرصة ليا. طب استسمح حضرتك تقولي رقم تليفونك او عنوانك او حاجه، او انا متضايقه ليا، وطبعا مش هقول رقم تليفوني يعني. لا يعني الكنترول هياخده من حضرتك. عنده رقم التليفوني، عنده في الكنترول يا فندم. طيب ماشي. دعوه من حضرتك اهي بتوصل على الهوا. ام كمال والدتها سافرت تحج وعندها 83 سنه، وهي تامل ان تلحق بها لترعى شؤونها، وهي بتناشد السيد الرئيس بانه يكفل لها فرصه السفر سريعا.
عايز اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. مناسك الحج هتبدا باذن الله تعالى بدايه من يوم الجمعه القادم وقفه عرفات. محمد من الفيوم في ام جنى من القاهره، اتفضل محمد من الفيوم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور حازم فورا، اتفضل. بعدين حضرتك يا فندم، هو حضرتك انا عندي المدام كنت وديتها لاكثر من دكتور فبيقول لي عندها قرنيه مخروطيه. تمام. في دكتور قال لي دعامات ودكتور قال لي عدسات معدنيه، فبصراحه مش عارف الحل بالظبط بالنسبه لي. بص حضرتك يا استاذ محمد، اول خطوه لما نكتشف ان احنا عندنا قرنيه مخروطيه او احد اقاربنا عنده قرنيه مخروطيه لابد من عمل اشعه لتصوير القرنيه، اشعه اسمها بنتا كام. هذه الاشعه اللي هي بنتا كام بتحدد بدقه سمك القرنيه وانبعاجها في جميع نقط القرنيه، وتقسم القرنيه الى اربع مراحل. المرحله الاولى اللي بيكون فيها الانبعاج اقل من رقم 50، وده بنعمل فيه عملية اسمها عملية تثبيت نسيج قرنية او عملية كروس لينكينج. المرحلة التانية اذا كان ما بين 50 و55 او اكتر، هنا بيتم مع تثبيت نسيج القرنية زرع دعامات، وفي بعض الاحيان بنطلق عليها حلقات. اذا سبنا الامور تتدهور بنوصل لمراحل متأخرة، ولا قدر الله نحتاج نعمل زرع قرنيه، وهذا الزرع بتاع القرنيه قد يكون زرع جزئي امامي او يكون زرع كلي لو كان وصل ان في سحاب على القرنيه. فارجوك ما تتواناش انك لازم تتخذ اجراء سريع عشان ما يحصلش فيه اي مشكله. اذا كنت حضرتك تحب ان انا اساعدك في الاختيار، كل الصور اللي انا طلبت حضرتك ان حضرتك تعملها اسمها بنتا كام، ابعتها على الصفحة الرسمية بتاع الدكتور حازم ياسين، يبص انا هبص عليها وحد من الفريق المسؤول عن متابعة احوال المرضى او الاستفسارات يقدر يبعت لحضرتك الرد. احنا بنشكر حضرتك على ده. واخد ام جنى من القاهرة. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي، بس يا ريت الصوت اعلى شوية. ايوه يا دكتور، معلش يا دكتور، عندي كده سنين عندي كمان بحط بقى حوالين كده بسيط. حوالين بسيط. عند دكتور قال لي النسبة دي بتظهر لما بيكون مرهق، يعني بيسهر، بيقعد قدام اللاب، بيقعد قدام التلفزيون قريب. فهو كان هو بيقعد قدام اللاب ده 24 ساعة. بيسهر مستمر. طيب انا هقول لحضرتك دلوقتي هيزعلك وهيزعل اولياء امور كتير وابهات وامهات كتير. مفيش اي مشكله. بالنسبه يعني طب نسمع دكتور حازم. يعني هو اتطلب مني نظاره، قال لي نزل نظاره، قال لي نظر ضعيف بس قليل يعني درجه واحده. فعملت له نظاره، هو مش عايز يلبسها، هو رافض ان هو يلبسها. طيب اولا لابد من ان احنا نلبس النظاره لان دي حاجه مهمه جدا في اغلبيه حالات الحول. اذا كان في عندنا مقاس نظارة ومن العين عشان تعوض مقاس النظارة بتحول علشان تعوض لانها بترهق، لبس النظارة بيصلح حالات الحول في اوقات كتيرة جدا. بس الكلام اللي انا كنت هقوله لحضرتك بقى حاجة مجانة، انه جميع الابهات والامهات المصريين يا استاذ محمد عندهم انطباع انه القعدة على اللابتوب او الكمبيوتر او البلاي ستيشن او الايباد بتسحب النظر، وده كلام مش مظبوط خالص. يا الله، ده انت بتقول حاجة يعني ده كلام ده احنا من اول العيال ده كلام مش مظبوط خالص. يعني بيجي لي الاب والام يقول له بقى يا دكتور بقى قوم من على اللابتوب او قوم من على البلاي ستيشن لانه هيودي نظرك. يا جماعة ما بيضعفش النظر. يا جماعة انتوا لازم تعرفوا انه العالم كله اصبح دلوقتي بيستغني عن الورق. يعني عايز تقرا كتاب بتخش على الاي بوك تقراه من على كندل او من على سوني. عايز تعمل اي خلاص مفيش حاجات مراسلات ورقية. فاذا حضرتك اطمني ان هو قعدته على اللابتوب او قعدته على الايباد او كده ما بتؤديش الى اي نوع من انواع الضرر. بس اهم حاجة انه لو محتاج نظارة لابد يلبس النظارة عشان ما يحصلوش الحول. طب التلفزيون في ايه الفرق بقى ما بين التلفزيون وما بين اللابتوب؟ حضرتك لو قربت ايدك من شاشة التلفزيون تلاقي يحصل انتصاب في الشعر اللي موجود.
دوت مش موجود في الشاشه بتاعت اللابتوب لانه اللي طالع من التلفزيون دوت شحنات كهربائيه في الكترونات موجوده. الحاجه الثانيه ان حجم الشاشه كبير فلابد من ان انت ترجع بعيد عن الشاشه حوالي 3 اضعاف مساحه الشاشه. يعني النهارده لو انت بتتكلم على تلفزيون 25 بوصه لازم تقعد على بعد 75 بوصه علشان زاويه التكبير بتاعه العين ما تبقاش مرهقه ليها، ودوت اللي بيحافظ على النظر. يبقى ايا كان حجم الشاشه نقعد على 3 اضعاف مساحه الشاشه ديت نبقى احنا في امان. بشكرك ضيفي العزيز دكتور حازم ياسين استاذ طب وجراحه العيون، وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك انت والاسره ومرضى حضرتك يا فندم، وشفى الله كل مريض. انتهت حلقتنا النهارده في مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين. من المفترض ان الاسبوع الجاي بيتوقف برنامج مساء الخير باجازه عيد الاضحى، خلينا نعيد زي حضراتكم، لكن هيبقى في حلقه كده يوم الجمعه القادم بتضمني انا واصدقائي الاعزاء دكتور مدحت العدل وكابتن احمد شوبير في سهره الجمعه القادم في وقفه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم بألف خير، انتم ومصر.